بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة ضمن أعمال المحفل العلمي الدولي 14. وهذه الندوة العلمية هي بعنوان آفاق التصنيف والحماية وقياسات المعلومات في الجامعات والمكتبات، دراسات تطبيقية وتحليلية. معنا الأساتذة الأفاضل، معنا رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور رحاب يوسف، أيضا معنا الأستاذ عدنان قلعتشي في التقديم. يتفضل الأستاذ عدنان قلعتشي لتقديم الأستاذ الدكتور رحاب يوسف، تفضل. شكرا شكرا سعادة الدكتورة مريم قيس، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام مرة أخرى في هذه الندوة العلمية التي بعنوان آفاق التصنيف والحماية وقياس المعلومات في الجامعات والمكتبات، دراسات تطبيقية وتحليلية. نعم أحبتنا الكرام، رئيس هذه الجلسة التي نتشرف بها الأستاذة الدكتورة رحاب يوسف، وإليكم أحبتنا الكرام نبذة مختصرة عنها. فالأستاذة الدكتورة رحاب يوسف أستاذ ورئيس قسم علوم المعلومات بجامعة بني سويف، رئيس تحرير مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات والاتصال العلمي، محكم ضمن قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، رئيس تحرير المجلة المصرية لعلوم المعلومات جامعة بني سويف، المشرف العام على مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي بجامعة بني سويف، مدير مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات بجامعة بني سويف في مصر، ولها من الأبحاث 35 بحثا علميا منذ العام 2009 وحتى عام 2022، ولها أيضا 12 بحثا أبحاثا بمؤتمرات منذ العام 2009 وحتى 2019، ولها من الكتب العلمية 21 كتابا مؤلفة منذ العام 2009 وحتى 2023. وكذلك لسعادة البروف رحاب من الجوائز العلمية والأوسمة 12 جائزة ووساما محليا ودوليا، وكذلك لها من الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشاتها 6 رسائل إشراف و6 مناقشة، وأيضا عضوية المجلات العلمية، فهي محكم ب58 مجلة، ورئيس وتحرير ومحرر مساعد ب169 مجلة علمية، ولها أيضا رئاسة وتنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية، رئيس ومقرر وأمين وتنظيم ورئيس جلسة 89 مؤتمر، وتنظيم 115 دورة تدريبية، وزائد مدرب 26 دورة، تنظيم 215 ورشة عمل بالجامعة، وتنظيم 257 ندوة بالجامعة، تنظيم 125 احتفالية ومسابقة. بارك الله فيكم ومسيرة علمية رائدة، لكم الصلاحية سعادة البروف رحاب، فتفضلي مأجورة مشكورة. تفضلي دكتورة لكم الصلاحية. ألف شكر لحضرتك أستاذ عدنان. الصوت واضح؟ نعم دكتورة واضح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بحضراتكم في الندوة العلمية آفاق التصنيف والحماية وقياس المعلومات في الجامعات والمكتبات، دراسة تطبيقية وتحليلية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لقياسات المعلومات والاتصال العلمي بين النظرية والتطبيق ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 تحت شعار الجامعات ودورية في التنمية المستدامة. في البداية أوجه كل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور سيف السويدي على ثقته الغالية لرئاسة هذه الجلسة المتميزة، وشكر خاص لصديقتي وزميلتي العزيزة دكتورة مريم قيس على إدارة الجلسة وعلى وجودها معي في المجلة كمدير تحرير لمجلة قياسات المعلومات. كل الشكر والتقدير للأستاذ عدنان على جهده الطيب المتواصل معنا لإخراج المحفل بهذا الشكل المتميز. خالص الشكر والتقدير للأساتذة المشاركين معنا على قبولهم المشاركة من أول لحظة عرضنا على سيادتهم المشاركة في المؤتمر، فكل شكر لحضراتكم. ونبدأ فعاليات المؤتمر
مع المحاضرة الأولى حول تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة الجامعات العربية نموذجا للأستاذ الدكتور طلال ناظم الزهيري. الأستاذ الدكتور طلال غني عن التعريف. نذكر حضراتكم ببعض أو نبذة بسيطة جدا حول المهام والأعمال التي تولاها، وهو عالم من أعلام التخصص على مستوى العالم العربي وقد يكون على مستوى العالم الأجنبي أيضا. هو حصل على لقب الأستاذية عام 2010، أستاذ الدراسات العليا في برنامج الدكتوراه والماجستير في قسم المعلومات وتقنيات المعرفة، مؤسس ورئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات، رئيس تحرير المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات، عضو هيئة تحرير في 15 مجلة دولية وعربية ومحلية، نشر 14 كتابا في مجال المعلومات وتقنياتها الحديثة، نشر أكثر من 90 بحث ودراسة في مجلات دولية وعربية ومحلية، نشر أكثر من 40 مقالا في الصحف المحلية تعالج قضايا التعليم في الجامعات العراقية، نشر أكثر من 100 تدوينة تعالج قضايا المعلومات والمكتبات والتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، نشر أكثر من 100 مقطع فيديو تعليمي حول تطبيقات الأنظمة والبرامج في مؤسسات المعلومات، متحدث رئيس في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية. تفضل بروف طلال في إلقاء المحاضرة الخاصة بسعادتكم. السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى يكون عليكم الصوت السلام. واضح. واضح بروف، تفضل حضرتك. شكرا جزيلا بداية للأخوة في منصة أريد رئيسا وأعضاء، والشكر موصول إلى البروف رحاب التي حرصت دائما أن تكون في هذا النشاط السنوي الجميل الذي يجمع نخبة من المتخصصين العرب. في الحقيقة هو يعني مهرجان سنوي نحرص جميعا على المشاركة فيه، يعني سواء متحدثين أو مستمعين. فبارك الله بكل العامل في منصة أريد، وأتمنى لهم النجاح دائما. بارك الله فيك. حبا يعني في الاستثمار في الوقت، لا أريد أن أطيل يعني على هذه المقدمة. سأقوم بمشاركة العرض. أتمنى تكون المشاركة واضحة. لا لسه بروف مش واضح. ماشي سيدي. بداية إلى أن تظهر المشاركة، ما أعرف إذا كانت ظهرت أو لا. موضوع التصانيف بشكل عام في الحقيقة، يمكن المتتبع لمقالاتي أو حتى مداخلاتي في الكثير من المؤتمرات، غالبا ما لدي تحفظ كبير على التصانيف العالمية بصرف النظر عن مرجعية هذه التصانيف، لأنه أشعر أن هناك عملية تحيز كبيرة في هذه التصانيف في اتجاه الجامعات العربية. دكتور، ما أعرف البرزنتيشن واضح له؟ لا، حتى الآن لم يتضح لدينا. يعني هو عندي مشاركة بصراحة، ما أعرف بقى. إذا لي أنا ممتاز نسخة حتى. ممكن دكتورة مريم تساعدنا في عرض النسخة التي لديها؟ نعم نعم ثواني إن شاء الله. اتفضلي حضرتك. عموما لكن المهم اللي عندي الان في ظهر الحقيقه الآن. انه تمام، انا عندي ظاهر نعم، واضحة واضحة تمام. تمام. فلكن في الحقيقه عندما نراجع تصنيف التايمز لاهداف التنميه المستدامه، نجد ان هناك شيء يختلف عن التصانيف السابقه اللي تعتمد غالبا على مؤشرات بسيطه يمكن يغلب عليها جانب البحث العلمي، ويحدث في الحقيقة سنويا إرباك في الكثير من المؤسسات التعليمية. قسم عندها يكون مصدر سعادة إلى أنه يحقق في المرتبة جيدة، وقسم آخر تراجع وهكذا. ما وجدته في تصنيف التنمية المستدامة أنه هو يحقق أو يدفع الجامعات العربية باتجاه تحقيق الهدف الثالث لكل مؤسسة تعليمية على مستوى الجامعات. يعني مثل ما نعرف جميعا أنه الجامعات هي غالبا يكون عندها هدف التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
في تصور الشخصي انه خدمه المجتمع متراجعه في الجامعات العربيه، يعني غالبا ما يصير هناك تركيز على البحث العلمي والتعليم، لكن نجد جهودها في مجال خدمه المجتمع ضعيفه جدا، قد تكون يعني مختلفه من بلد الى بلد اخر، لكن في المطلق تكون الجامعات العربيه مقصره في هذا الجانب. أنا يمكن في السلايد اللي معروض أمامكم إنه أهداف التنمية المستدامة أصبحت معروفة يعني بالنسبة للمتخصصين في مختلف التخصصات، لأن هي تتداخل في الكثير من هذه التخصصات، لكن هي مقسمة بالحقيقة من حيث المبدأ إلى تقريبا 5 أو إلى 6 طبقات، يعني قسم من هذه الأهداف تخص حياة الناس، وقسم المحافظة على الكوكب، وقسم على العيش بكرامة والرخاء والعدل والمساواة. النسبة الأكبر من هذه الأهداف هي ترتبط بحياة الناس وبسلامة الكوكب، لذلك يكون يعني في خلينا نقول المطلق هو أنه تختزل هذه الأهداف في الحياة المباشرة للناس على هذا الكوكب. ممكن السلايد اللي بعده ست مريم. يعني تعريف بصراحة يعني مختصر وما أريد أن أطيل عليكم في هذا الموضوع، يمكن الانطلاق مالته بدأ بعام 2019، ويعد هو التصنيف الأول من نوعه اللي يقيس أداء الجامعات على قدر مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة التنمية اللي حددتها أهداف أو الأمم المتحدة. من انطلاقه بصراحة هو أداة مهمة لتقييم الدور اللي تؤديه كل الجامعات في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤشرات التي تقيس مدى التزام الجامعات على تحقيق أهداف التنميات المستدامة مثل التعليم الجيد، الصحة الجيدة، والمساواة ما بين الجنسين والعمل اللائق. Next. معايير التقييم مثل ما نعرف هي تتقسم، يمكن بتقييم الجامعات بناء على أداة لتحقيق 4 أهداف من اهداف التنميه المستدامه، بمعنى انه دخول الجامعات في هذا التصنيف ليس بالضروره يلزمها بتحقيق او بتحقيق انجازات مهمه على مستوى ال 16 هدف، بالمناسبه انا اقول 16 هدف لان الهدف السابع عشر هو ليس هدف بحد ذاته، وانما هو هدف مشترك لكل الاهداف، وهو عقد الشراكات لتحقيق الاهداف. على كل جامعه ان تختار 3 اهداف على اعتبار انه الهدف ال 17 هو هدف إلزامي تتحقق من خلال الأهداف. هذه الأهداف الثلاثة تختارها الجامعة وترغب في تحقيق إنجاز مهم فيها، قد يكون يعني تختار الهدف الأول أو الثاني أو الثالث أو أي هدف آخر، المهم يكون لديها 3 أهداف مع الهدف السابع عشر حتى تتنافس عليه وتحقق به درجات جيدة يمكنها أن يرفع من مستواها في تصنيف التايمز. السلايد اللي بعده. طبعا الاهداف اللي اصبحت مثلا على سبيل المثال انه احنا دائما نطمح انه يكون مثلا الجامعه، على سبيل المثال ناخذ اكزامبل، عندنا مثلا جامعه تريد ان تحقق قد نتيجه معينه، فراح يكون كل هدف من هذه الاهداف كيف يحصل على الدرجه او التقييم النهائي. يعني احنا ناخذ الهدف معين والمؤشرات اللي موجوده فيه انه كم عدد البحوث التي انجزت في مثلا مكافحه الفقر على سبيل المثال، كم عدد البحوث اللي انجزتها الجامعه واللي كان الهدف الاساسي منعتها هو شلون تقدر انه تكافح الفقر في هذا البلد. التاثير الاجتماعي للجامعه من خلال الانشطه والفعاليات والمؤتمرات اللي يقوم بها واللي ساهم فيها في توعيه المجتمع. التدريس والتعليم والمناهج التعليميه اللي تتضمن تثقيف الطلبه على اهداف التنميه المساواه. والاداره الالكترونيه والحوكمه، هذه المؤشرات في الحقيقه هي لكل هدف يتم احتسابها على أساس الدرجة النهائية، يعني يعطى لكل مؤشر نسبة مئوية بالنتيجة النهائية يصبح للهدف رقم معين يمثل الدرجة، تجمع مع باقي الأهداف إلى أن تطلع النسبة النهائية لتقييم الجامعة، وهذه النسبة هي التي تضعها في رتبة معينة ضمن تنافسها مع الجامعات الأخرى. السلايد اللي بعده. ما أهمية التصنيف؟ حقاني مثل ما اشرت سابقا انه بعض هذا التصنيف مهم، يعني هسه انا ما اريد امحو عنا فكره الانحياز او اي شيء اخر، لكن ميزته في الحقيقه انه هو رغبه الجامعات في الدخول الى هذا التصنيف سوف ينعكس ايجابا على الحياه المجتمعيه، لانه الجامعه حتى ترغب انه يتحسن درجتها في تصنيف التايمز
عليها أن تمارس أنشطة لخدمة المجتمع، وهذا شيء جيد. يعني لا تكتفي مثل المؤشرات الأخرى في مجال البحث العلمي والتعليم والطلاب وأشياء أخرى لها علاقة في السور الجامعي، وإنما هنا سور راح ينفتح إلى خدمة المجتمع. بالتالي هذا التصنيف أكيد يعني راح يوفر شفافية أكبر حول مدى التزام الجامعات بتحقيق التنمية، ويشجع الجامعات أيضا على تحسين أدائها وتبني ممارسات مستدامة، كما يمكن للحكومات والمؤسسات يعني التعليمية استخدام نتائج في الحقيقة هذه التصنيفات لتوجيه السياسات التعليمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اللي بعده، ما هو التأثير المتوقع في الحقيقة؟ يعني أنا رغبة الجامعات في تحقيق مراتب عليا أكيد راح النتيجة النهائية تحسين السمعة الأكاديمية للمؤسسات، لأن رغبتها في تحقيق هذه المرتبة وتحقيق الأهداف اللي هي تطمح إليها أكيد سوف يسهم في تحقيق يعني سمعة أكاديمية جيدة من خلال تحسين درجتها أو مرتبتها في التصانيف الخاصة بها. حتى الحكومات ترغب دائما ان يكون لديها تعليم جيد، يعني احنا عندنا في مجتمعاتنا العربيه هذا هاجس في الحقيقه، دائما نحس انه احنا بدينا نتراجع في جوده التعليم. بالتالي كل تقدم تحقق الجامعات في هذا التصنيف سوف يؤدي الى زياده الدعم والتمويل من قبل الحكومات لهذه الجامعات، لانه يعني بالنتيجه هو راح ينعكس ايجابا على اداء الحكومه. كما يمكن ان تعزز الشراكات، لانه مثل ما أشرت سابقا أن الهدف الـ 17 هو هدف إلزامي في كل المؤشرات، بالتالي الرغبة في تحقيق أو إنجاز ليفل معين في أي هدف راح يدفع إلى الشراكة، شراكة سواء كانت محلية ضمن حدود الجامعة مع مؤسسات محلية أخرى أو خارجية مع مؤسسات دولية أو جامعات أخرى. وموضوع الشراكة موضوع جدا مهم، يعني تبادل الخبرات خلينا نقول تعزيز التطورات اللي ممكن تنتقل من نسموها نقل التكنولوجيا من مكان إلى مكان آخر، كل هذه في الحقيقة هي تأثيرات متوقعة يمكن أن تسهم في تحسين وضع الجامعات العربية. اللي بعده، طبعا هي مسألة رياضية، كيف يتم حساب فكرة حساب كل هدف من الأهداف. على سبيل المثال ناخذ جودة التعليم، يعني لو اختارت أي جامعة أنه هي تتنافس على جودة التعليم، راح جودة التعليم راح يكون عندها مؤشرات. يعني شلون نقيس جودة التعليم؟ عندها الجودة أو اللي أساسا مثلا قد تعطى درجة 0.4، نسبة الإناث للذكور في المؤسسة الجامعية ممكن 0.3، ومشاركة المجتمع راح يكون الناتج هو من 10. راح يتم قياس كل واحد من هذه المؤشرات من خلال ما ترفع الجامعة من بيانات إلى قاعدة بيانات مؤشر التايمز ليتم تحليلها وإعطاء الدرجات بناء على الوثائق اللي ترفعها الجامعة لهذا المؤشر، ويتم التحقق من عندها لتحصل الجامعة بالنتيجة النهائية على درجة معينة لهدف معين اللي هي جودة التعليم. يجمع هذا الدرجة النهائية لجودة التعليم مع الهدف الثاني اللي اختارته الجامعة مع الهدف الثالث اللي اخترته مع الرابع لتظهر الدرجة النهائية واللي هي تحدد مكانها مقارنة بالجامعات الأخرى. لاحق؟ أنا راجعت في الحقيقة تصنيف التايمز 2024، شفت يعني بالنسبة للجامعات العالمية، هذا في الحقيقة هي الأول 10 جامعات عالمية حققت فيها. أريد ملاحظة بسيطة، أو هي حقيقة استوقفتني، لاحظوا في موضوع تصنيف التايمز للتنمية المستدامة اختفت الجامعات التي كانت تهيمن على كل المؤشرات العالمية، واللي جامعة هارفارد مثلا، الجامعات الأخرى كامبريدج، أو أي الجامعات العريقة اللي موجودة في أمريكا وبريطانيا ليس لديها وجود في هذا المؤشر. قد يكون واحد يقول يعني معقولة أنه جامعة هارفارد ما عندها أنشطة جامعية وما عندها تأثير؟ أنا أقول الدخول في هذا التصنيف هو دخول اختياري، بمعنى الجامعة هي التي ترغب في رفع بياناتها لقاعدة بيانات التصنيف حتى تحصل على درجة معينة. هذه الجامعات العريقة في الحقيقة، أنا يعني أستشعر هذا الموضوع، لم تعد بحاجة لأنه أحد يقول لها أنه أنت ذا بيست، يعني خلاص
هي تعرف كل الجامعات انه هي مكانتها العلميه والمكانه اللي حصلت عليها عالميا لم يعد يدفعها باتجاه ان تكون لها خيارات اخرى ان تكون في هذه التصنيف، وقد يكون لديها تحفظ على تسليم بياناتها الى قاعده بيانات التايمز. لكن احنا في الحقيقه انا لاحظت يعني خاصه في بعض الدول يعني انبهار كبير في موضوع انه احنا في الجامعات العربيه ظهرت كذا وظهرت كذا، لكن من تاتي في حقيقه الى الترتيب العالمي تجد ان لا تزال الجامعات العربيه تحتل مراتب متاخره، باستثناء يعني يمكن عندنا بعض الجامعات السعوديه او القطريه او الاماراتيه اللي يعني محققه في مراتب عالميه جيده مقارنه، اما الجامعات العريقه مثلا في جامعاتنا بالعراق مثلا وفي مصر والجزائر واللي هي يمكن عريقه جدا بقدم تاسيسها لا زالت متراجعه. يعني لا زالت الرتب اللي موجوده عليها متراجعه. عموما انا قمت بتحليل ماذا اخترت الجامعات العربيه من اهداف؟ يعني الاهداف اللي اختارتها مثل ما نلاحظ كل جامعه عندها مثلا الجامعات الاستراليه على سبيل المثال اللي موجوده عندنا هنا يجوز اختارت الهدف 11 و15 و12، طبعا 17 راح نشوفوه هو هدف ثابت في كل الاهداف الاخرى. لكن هناك تنوع، كل جامعه مختاره اهداف اخرى. من جد حللت لقيت انه القضاء على الفقر بنسبه تكراره بالجامعات العشره احتل مرتبتين، جوده التعليم واحد، المساواه واحد، مياه وحياه صحيه ثلاثه، ومثل ما تشوفون في الجدول. لكن فقرتين هي اللي تشد الانتباه واللي راح نشوفها تقريبا متراجعه جدا في الجامعات العربيه، هو الهدف رقم 14 والهدف رقم 15. احنا مثل ما قلت انه تركز الاهداف على الكوكب، احنا الظاهر في الجامعات العربيه ما لنا علاقه بالكوكب، مركزين على حياه اخرى. فهنا الجامعات العالميه لا، هناك تركيز في الحقيقه على الحياه تحت الماء والحياه البريه في يعني كاهداف التنميه المستدامه بنسب تختلف او افضل من اهتمامات الاخرى. قد يقول بعض انه هي حققت نتائج جيده فيها فما تحتاج بعد او انتقلت الى اهداف جديده. بشكل عام هذا الجدول وهدف التكرارات يثبت لي أن هناك اهتمام يعني بعدوا عن حياة الناس وكأنما هو أوكي، ما عندهم مشكلة في ما عندهم مشكلة مثل ما موجودة عندنا، لذلك بدأوا يركزون على المناخ، بدأوا يركزون على الحياة البرية وحياة ما تحت الماء. اللاحق عربيا طبعا الوضع يختلف، يعني الوضع يختلف بمعنى أن لو نشوف الأهداف أيضا اختلفت وتركيز ما شفت انه مثلا الحياه تحت الماء صفر، يعني مع انه الدول العربيه هي دول مطله على بحار وفيها انهار وفيها اشياء وتعاني من مساله المياه وما يعني الحياه تحت الماء. بنفس الحياه البريه لحد ما موجود اكو اهتمام بها. الكارثه هي في العمل المناخي، يعني في الهدف رقم 13 ما عندنا اي من الجامعات اللي احترت المراتب العشره بالنسبه لي مقارنه بالجامعات العربيه وليس بالعالميه، يعني مثل ما تشوفون الرتب على قياس ان الجامعات العربيه متاخره. لكن دا اشوف انه مثلا العمل المناخي هو عمل مهم جدا يعني ما له اي دور في هذا الموضوع. جوده التعليم يعني يبدو لي هي فد مساله كلش حساسه بالنسبه لنا لجامعاتنا، لانه هي احتلت مرتبه جدا عاليه من الاهداف اللي اختارتها الجامعات تتنافس عليها، مع انه اغلبها يعني خلينا نقول لم تحقق درجات جيده في موضوع جوده التعليم. عموما يعني المفارقه فيما بين الاثنين انه طبيعه الاهداف ما بين الجامعات العالميه والجامعات تختلف تماما. هناك اهتمام اقل في موضوعات بدت عالميا يعني التلوث والمناخ والاحتباس الحراري واشياء اخرى تشغل الجامعات وتدخل في مسار البحوث والدراسات التي من شانها ان تحقق نتائج ايجابيه على حياه المجتمع، لكن يبدو ان احنا في جامعاتنا ما زال الاهتمام قليل في هذه الموضوع. مع هذا، مع كل هذه الاشياء، يبدو انه لحد الان الجامعات العربية لم تجيد لعبة التصنيف التايمز اللي أسميها بهذه الطريقة، لم تجيد اللعبة، بمعنى أنه طالما أنت مخير في اختيار الأهداف
أنت مخير في اختيار الأهداف التي سوف تتنافس عليها مع الجامعات العالمية. عليك أن تركز على أهداف، خلينا نقول، تستطيع أن تحقق بها نتائج جيدة، سواء على مستوى البحث أو في خدمة المجتمع أو المساهمة المجتمعية أو الدورات والورش التدريبية وأشياء أخرى كثيرة. وبنفس الوقت عليك أن تختار ما يعاني منه المجتمع فيه مشكلة يعني حقيقية، يعني مشاكل حقيقية موجودة. مثلا عندنا الفقر، البطالة، الأشياء، القضاء على الجوع، هذه موجودة. يعني أنت ممكن في مساهمات بسيطة تقوم بها الجامعات في المجتمع يرفع من مستواها وأدائها ويحقق نتائج جيدة، بالتالي يسمح لها في تحقيق مراتب متقدمة. وطالما حققت مراتب متقدمة، أنا على قناعة وشفت وأنا تابعت التعليقات سواء في المواقع في العراقية، ويعني تخيلوا إحنا يمكن إذا أكو عراقيين يعرفون، يمكن إلا نصبنا السرادق والاحتفالات وبعدين طلع علينا السيد رئيس الوزراء ليقول والله إحنا حققنا نتائج جيدة بعدد الجامعات المشاركة في التصنيف. يعني الميزة اللي اعتبرناها إنه إحنا جامعاتنا كلها شاركتنا، لكن من رجعت ودققت على ترتيب الجامعات العراقية لقيتها في ذيل التصنيف عربيا وعالميا. هذه يعني مشكلة في الحقيقة. يعني أنت مو مهم عندك تشارك 100 جامعة يظهر اسمها في التصنيف، المهم هذه ال 100 جامعة ايش قد حصلت من رتب في داخل، أو قد قدرت تنافس الجامعات العربية والجامعات العالمية، وايش قد حققت من رتب جيدة في هذا الموضوع. هاي المشكلة. بالتالي مثل ما أكرر، لحد الآن نحن لم نجيد اللعبة، إذا أسميها لعبة بهذه المعنى، لكن أنا خلي أستفيد حتى اللعبة ممكن تعيد إليها بنتائج إيجابية، وكلما استطعت أن أرفع من مستوى الجامعات سوف تحصيل حاصل ينعكس على أدائنا في التصانيف الأخرى، يعني تصانيف التايمز الأخرى والشنغهاي وغيرها من التصانيف العالمية اللي تهتم بها. مع أنه أنا مثل ما أشرت في البداية عندي تحفظ على أن نكون إحنا لاهثين وراء هذه التصانيف. ما نريد أن نحقق من جودة في التعليم، الثوابت مالته معروفة للجميع، لكن يعني إحنا هذا التراجع اللي يصير هو تراجع بسبب سياسات في الحقيقة، سياسات داخل الجامعات، سياسات حكومية أدينا إلى أنه، وإلا كيف يعني يمكن أنه جامعاتنا في يعني في مصر وفي العراق وفي الدول الأخرى، يعني كانت في السبعينات جامعات قوية وتنافس على مستوى العالم، وبدينا نشهد تراجعها في هذا في ظل هذا الوضع. هناك مشكلة يجب أن نقف عند هذه المشكلة ونجد حل لها. السلايد اللي بعده. دكتور طلال، احنا كده استغرقنا نص ساعة 30 دقيقة انا ما حسيت بالوقت بصراحة، فراح واحنا ما امشي. حسيناش. انا ببص للساعة لقيت الوقت خلاص. ماشي، انا اذن لأنه مثل ما بارك عرف انا الله في حضرتك. بس اريد السلايدات تتم شوية بسرعة، يعني الا اذا توقفت كم اتفضل. سلايد عادي مشي. هذا ست مريم، هذه مقارنة طبعا بين اللي المهم انا بس اريد انت، هذه يعني توصيات بسيطة استميحك في دقيقتين. يعني انا حتى احسن تحسين رتب الجامعات العربية، انه انا مثل ما اشرت في البداية انا عندي 4 اهداف، اختار هذه ال4 اهداف بعناية وفقا لما استطيع ان اقدم للمجتمع من خلالها. يعني مو بالضرورة ترى كل الجامعات تشتغل على نفس ال4 اهداف، وانما ماذا تمتلك هذه الجامعة من امكانية لكي تحقق نتائج. يعني هناك أنشطة بسيطة في الحقيقة يعني لخدمة المجتمع، يعني يا مثلا جامعة فيها كلية طب، ماذا يحدث لو قامت هذه الجامعة في إرسال مجموعة من الأطباء للمناطق النائية لإنجاز تلقيحات معين للفئات اللي ما تقدر توصل للمراكز الصحية والمستشفى، وتثبت هذا النشاط وتدزه كبرنامج خلينا نقول لخدمة المجتمع. فالمسألة سهلة، لكن يبدو لي مثل ما أشرت أنه قلة الخبرة في هذا المجال يمكن أن تتحسن في العام القادم نحو الأفضل. وأنا آسف على الإطالة، بس يعني هو الموضوع في الحقيقة شيق، يعني كموضوع ليس كمحاضرتي، وكلمة كموضوع هو مهم جدا. أكيد شكرا أكيد، جزيلا وهو باسل. موضوع الساعة في الوقت الحالي، وكلنا نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كل الشكر والتقدير لأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور طلال ناظم الزويري على هذه المحاضرة القيمة جدا.
والذي نرجو أن تستمر لساعات، لكن ضيق الوقت إن شاء الله تعوض في جلسة خاصة حول تصنيف التايمز الأهداف التنمية المستدامة الجامعات العربية نموذجا. أستاذن حضراتكم من لديه استفسارات لبروف طلال لأن لديه موعد آخر فسيتركنا للأسف بعد قليل، فمن لديه أي استفسار يضغط على الريز هاند رفع الأيدي أو في كيو أند إيه أو في الشات. في أي استفسار؟ دكتورة هدية أو أستاذة هدية اتفضلي حضرتك، ممكن حضرتك تضغطي على المايك عشان انميوت. حضرتك سمعانا؟ طيب هل هناك أي استفسارات أخرى حتى ننتقل إلى المحاضرة الثانية؟ نعم، تفضلي دكتورة همية، تفضلي. السلام عليكم. المايك، أعتقد المايك فتح. أيوه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي حضرتك يا دكتور. العفو. بالنسبة للمحاضرة اللي قاعد تقدموها بالمحفل، إذا ما صار زحمة عليكم نزلوها على شكل فيديوهات للاستفادة، لأنه كل اللي المحاضرات اللي قاعد تتقدم بالمحفل حقيقة هي في قمة العلمية والروعة، فإذا ما تصير زحمة عليكم تنزلوها على شكل فيديوهات للاستفادة منها كمصادر فيما بعد، وبأسماء الأساتذة اللي يلقوها. شكرا جزيلا، وشكرا شكرا جزيلا لحضرتك، دكتورة على المحاضرة اللي أكثر من رائعة. شكرا جزيلا. الله يبارك في حضرتك الدكتورة هدية، شكرا لحضرتك على حضورك الكريم، وإدارة المنصة دايما تحرص على نشر الفيديوهات الخاصة بالمحفل، كل مؤتمرات المحفل، فإن شاء الله سيتم إعلانها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمحفل اللي يمكن لحضراتكم المتابعة. دكتور أحمد مصطفى تفضل حضرتك. طيب السلام دكتور، عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة أستاذة، الله أستاذة وبركاته، رحاب. السلام عليكم اتفضل ورحمة حضرتك يا الله دكتور. تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة بارك الله. الله فيك، وأنت دائما ممتازة في إدارة مثل هذه الله يبارك اللقاءات، في حضرتك، وفقك الله وأعانك. شكرا للقائمين على هذه المنصة، أتمنى أن يواصلوا بهذا الجد في صحة إن شاء الله، وهم في صحة وعافية. فقط أشكر الأستاذ الفاضل على هذه المحاضرة الأخيرة، هذه الأستاذ الفاضل قدم في الحقيقة شيء رائع، ودائما نحن نعرض أنفسنا على الآخر. هل نعم أنا السؤال، ما هي الإمكانيات المتاحة؟ ما هي الإمكانيات المتاحة لتحقيق حد أدنى من التنمية المستدامة وفق تلك هذه الدراسة؟ في الحقيقة هي دراسة دقيقة وعميقة ومفيدة. ما هي الإمكانيات التي حبذا لو كان حتى تنطبق هذه الإصلاحات وهذه النصائح على واقعنا العربي؟ وشكرا جزيلا، وأرجو أن نواصل في هذه المداخلات حتى نستفيد، وشكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا لحضرتك دكتور أحمد، شرف لينا وجود حضرتك معانا. اتفضل بروف طلال، ممكن حضرتك تجيب على هذا الاستفسار. شكرا جزيلا. في الحقيقة هو استفسار مهم، يعني ما يميزنا احنا الآن كمنطقة عربية انه اقدر اسميها منطقة خام، يعني بمعنى نحتاج الكثير من التنمية المستدامة. لدينا تراجع في مسائل خطيرة، لدينا تراجع في الصحة، لدينا تراجع في البيئة، لدينا تراجع في التعليم. طالما هناك تراجع،
يعني يكون هناك إمكانية لتحقيق يعني خلينا نقول أسامي مستوى في التقدم، يعني بمعنى أنت عندما من تبدأ من الصفر وصولك لمرتبة 10 أو 15 هذا إنجاز يعتبر بالنسبة له. الدول الغربية والدول المتقدمة ما عادت عندها هذه المشاكل اللي نعاني منها، ما عندها المشاكل في الصحة أو البيئة أو التعليم أو الأشياء الأخرى، فالليفل مالتها عالي، يعني مثل توصل إلى درجة هي أصلا واصلة إلى معدل كبير. فمثل ما أشرت أنا في المحاضرة، الآن الساحة مفتوحة أمام الجامعات لتتنافس بشكل متنوع، يعني لا يجوز في جامعة مثل الجزائر بها كذا جامعة، يفترض كل جامعة تأخذ أهداف تختلف حتى تستطيع أن تحقق بها إنجاز، وبالنتيجة النهائية تستطيع أن تخدم المجتمع من خلاله، ولا يصير أنه تركيز فقط كل الجامعات على 4 أهداف مشتركة ونترك الأهداف الـ 14 الأخرى اللي تخص بها التنمية المستدامة. هاي وجهة نظري في الموضوع، أنا أشكرك على السؤال. شكرا استاذ، معذره استاذ ريحه، بارك الله فيك استاذ طلال، بارك الله فيك، شكرا على هذا التوضيح. لكن انا اريد فقط، هل هناك اتفاقيات مثلا موقعه بين الجامعات في اطار رسمي او في اطار مثلا ثنائي، في اطار رسمي بين الوزارات مثلا الدول العربيه؟ نعم هذا انا شرت نعم الى نقطه كلش عذرا مهمه، على انه لا لا بالعكس مداخله مهمه جدا، انه الهدف 17 من اهداف التنميه المستدامه يشترط الشراكات لتحقيق الاهداف، بالتالي لا تستطيع اي جامعه ان تحقق اي من اهدافها بدون شراكات، وهذا الالزام مهم جدا بالنسبه لي، انه اني حتى يعني خلي اقول احقق درجه جيده في التوعيه الصحيه لازم تكون عندي شراكه محليه مثلا مع وزاره الصحه، مع المنظمات اللي لها دور في مجال الصحة، وقد ينتقل هذه الشراكة من المحلية إلى العربية ومن العربية إلى العالمية، بمعناته أنه من الذكاء جدا أنا أعتبره للقائمين على المقياس أنه وضعوا الهدف رقم 17 هو هدف إلزامي، يعني من خلال الشراكات هو تتحقق باقي الأهداف. شكرا. شكرا لحضرتك بروف طلال على هذا التوضيح، شكرا دكتور أحمد على مشاركة حضرتك القيمة. ننتقل إلى محمودي بشير، دكتور محمودي بشير اتفضل حضرتك. طيب نعم دكتورة نعم مساء الخير، مساء الخير. اتفضل اتفضل يا دكتور، مساء نعم النور، أعطاني صلاحية الصوت، شكرا جزيلا اتفضل. للدكتور على هذه المداخلة القيمة حول التنمية المستدامة. فقط بودي أن أشير إلى جزئيتين اثنتين. الجزئية الأولى، لقد تم إعداد الوثيقة التوجيهية الصادرة عن اليونسكو وخاصة عن قطاع التعليم من أجل التنمية المستدامة، تم توزيعها على الخبراء، وأنا من ضمن الخبراء الذين يعني يقيمون التعليم من أجل التنمية المستدامة. يكون آخر أجل هو 15 جويلية 2024 لتعبئة هذا التقييم، تقييم التعليم من أجل أهداف التنمية المستدامة الصادر عن اليونسكو، المقر الرئيسي لليونسكو بفرنسا، وخاصة بشعبة التعليم من أجل التنمية المستدامة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أستاذة، الأمور مقلقة، الإحصائيات مقلقة بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، ليس في الدول العربية. أهداف، هناك بعض الأهداف تمشي ببطء وبوتيرة متوسطة وبوتيرة بطيئة، وثلث الأهداف أو ثلثي الأهداف لم تتحقق، وبعض الأهداف تمشي في الاتجاه المعاكس. هذه الإحصائيات، إحصائيات منظمة الأمم المتحدة، إحصائيات رسمية بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الإشكاليات والتحديات كثيرة، لأننا ننظر لأهداف التنمية المستدامة مستقلة بعضها عن بعض، في حين أنها تعتمد على فلسفة بنائية ووظيفية، هدف يرتبط مع هدف آخر. ليس فقط الحكومات والوزارات من لها دور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما كل من له صلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كالقطاع الخاص. الشراكات الآن لا تكون للجهات الرسمية وإنما حتى للقطاع الخاص. يعني شكرا. بالنسبة للإسكوا، الإسكوا فقط آخر تقرير كان للإسكوا، أن هناك دولتان عربيتان فقط حققتا هدفين من أهداف التنمية المستدامة. يعني الأمر مقلق، ونحن على عتبة انتهاء الخطة الإنمائية
2015 2030 بقيت فقط 6 سنوات، وقفزنا إلى 2050 ربما كذلك. فالأهداف يعني في رأيي لم تتحقق يعني بشكل كبير، وهناك تحديات وهناك فجوات لابد من مراعاتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء للمنطقة الدول العربية المنطقة العربية أو حتى عالميا. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا لحضرتك دكتور محمودي على هذه الإضافة القيمة. بروف طلال لحضرتك أي تعقيب؟ بالعكس، ده أضافة قيمة، أنا أشكر عليها، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك بروف طلال. ننتقل إلى آخر مداخلة لننتقل إلى المحاضرة الثانية مع دكتورة محاسن إدريس. اتفضلي دكتورة محاسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. شكرا لك دكتورة رحاب، شكرا للدكتورة القيمة، المحاضرة القيمة. ويعني أنا بدوري بشيد وبقترح مباشرة إنه في كل عام المحفل يدينا برضو يثبت موضوع التنمية المستدامة، لأنها مهمة شديد. ده مقترح مني للدورات القادمة، عشان الواحد يقدر برضو لو عنده أي إضافات إضيفة، لأنها مشكلة فعلا عويصة جدا جدا. ولكن بس في نقطة صغيرة اللي هي خاصة ب يعني ما ينعكس من هو ضرب مثل بكليات الطب وما تفعله في بالنسبة للأحياء أو القرى النائية أو علاقة الطب بالمجتمع. طيب، في السودان كان عملوا لنا في داخل الحي بتاعنا ما يعرف بطب المجتمع، وهي الغاية عندنا، لكن ما كان في عكس للتطور أو الشيء اللي ممكن تساهم به. كان عبارة عن جامعة السودان نظري العلوم والتكنولوجيا أفتكر، وبرضه كانوا عملوا جانب بتاع التغذية وتعليم النساء المسائل بتاعة الطبخ وإلى آخره، وكيف يعتمدوا على نفسهم. ففي ربط الجامعات بالمجتمع موجودة، لكن عكسها وترجمتها للخارج دي المفقودة. فيا ريت يكون في تكامل حتى بالنسبة للعلوم فيما بين ناس الإعلام ناس الصحة، يكون في تكامل بالنسبة للعلوم عشان يقدروا يحكسوها، والإعلام ضروري جدا جدا كحل، يعني أنا بعتبره حل قوي جدا جدا عشان ما يبرز لنا التصنيف والترتيب القوي جدا جدا للمنشط المعين. ويا ريت يكون في تكامل بالنسبه للادوار فعلا، بالنسبه للحكومه وبالنسبه للمجتمع وبالنسبه للجامعات. يا ريت. شكرا لكم مثلث، كل الشكر شكرا لكم لحضرتك، دكتور. وانا اؤكد مع حضرتك ان احنا كلنا متضامنين ان احنا لازم يكون في تكامل وتضامن من جميع التخصصات في التنمية المستدامة حتى يتم تحقيق الاهداف المطلوبة باذن الله. بروف طلال لحضرتك اي تعقيب؟ لا في الحقيقة ما عندي تعقيب، بس هو مثل ما أشارت أن هناك أنشطة لكن لا توثق بشكل صحيح. يعني مثلا هذه الأنشطة، تصنيف التايمز لديه شروط في الوثائق التي يجب أن يسلمها ويتحرى عن صحتها. يعني مو فقط أنه أنت ترفع تقول أنا سو يعني عملت كذا وعملت كذا، يحتاج إلى هنا يجي دور المواقع الرسمية للجامعات وكيف تستطيع أن تنشر هذه الأنشطة، سواء على شكل فيديوهات أو على شكل لقاءات. ومثل ما أشارت نقطة مهمة، دور الإعلام في عملية إبراز هذه الأنشطة حتى تكون موثقة بالنسبة للقائمين على تصنيف التايمز. شكرا. شكرا لحضرتك بروف طلال على وقت حضرتك وجهدك الطيب معنا دايما وعدم تردد لحظة واحدة في المشاركة معنا. فلحضرتك شكر خاص مني على قبولكم المشاركة معنا في أنا التعليم. أشكرك، بالعكس أنا سعيد جدا بالتواجد معكم، شكرا جزيلا. ألف شكر لحضرتك يا بروف. ننتقل الآن إلى قياس الخصائص المعيارية للمعلومات باستخدام تقنيات الترجيح الموجه مع الأستاذة الدكتورة أنعام علي توفيق الشهرابلي، الحاصلة على بكالوريوس علم المعلومات والمكتبات بدرجة امتياز ودبلوم عالي في الوثائق والتوثيق. حصلت على درجة فلسفة دكتوراه فلسفة بدرجة امتياز في تخصص تقويم مقياس نظم المعلومات بمرتبة الشرف الأولى. نشرت أكثر من 130 بحث
عدد المطبوعات الحكومية 5 مطبوعات، ألفت أكثر من 11 كتاب، الخبرة العملية أكثر من 40 عاماً، لديها براءات اختراع يعود آخرها إلى 22/7/22، تولت عدة مناصب منها مدير مركز التعليم المستمر، رئيس تحرير مجلة آداب المستنصرية، عضو هيئة التدريس في كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بالجامعة المستنصرية، مدير الضمان الجودة وتقييم الأداء في كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية، وكذلك الخارج العراق في جامعات عربية. ما شاء الله، السيرة الذاتية الخاصة بحضرتك بروف أنعام ثرية جدا، وإحنا عايزين نستفيد ونستمتع بمحاضرة حضرتك، وسأترك لحضرتك المايك لبدء المحاضرة إن شاء الله. تفضلي. حضرتك معانا بروف إنعام؟ نعم، تفضلي بفتح المايك، صلاحية معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. كل الشكر والتقدير والاحترام لأساتذة إدارة منصة أريد الدولية، وسعادة الدكتور سيف السويدي المحترم المدير التنفيذي للمنصة الموقر، والشكر لسعادة الأستاذ الدكتور رحاب يوسف المحترمة، والشكر لسعادة الدكتورة مريم قيس المحترمة والجهود الكبيرة، النخبة الطيبة من الحضور، الأساتذة الأفاضل، علماء الاختصاص، كل التقدير والاحترام للجميع. وبعد شكرا سعادة الدكتور رحب على تقديمي، والحقيقة بسبب يمكن الامتداد الكبير للعمل المهني والعلمي قد تكون هناك وقفات كبيرة بحثية ومهنية في هذا الاتجاه. المحاضرة اللي عندنا عن قياس الخصائص، العفو، محاضرتنا عن قياس الخصائص المعيارية للمعلومات باستخدام تقنيات الترجيح الموجه. بالتأكيد توجد للمحاضرة أهداف محددة، اللي هي أنه لا من الضروري أن نعطي تصور عن معنى التقنيات المعلوماتية في قياسات المعلومات، ومعنى تقنيات الترجيح الموجه واستخدامه في تحديد المعيارية لخصائص المعلومات، وكيف لنا أن ننتج سيناريوهات تحقق التحسين بالعمل والإجادة بسبب استخدامنا لهذه التقنية الترجيحية ولتلك الخصائص المعيارية وللبعد المستدام الذي يصب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالتأكيد أهمية المحاضرة تأتي من الأهداف اللي تسعى إلى تحقيقها في أن التعامل مع هذه الخصائص والسمات اللي موجودة فيها، تحقيق أن أداء مستدام في المؤسسات المعلوماتية وأي مؤسسات أخرى في اتجاه أن تتعامل مع تقنيات الترجيح في هذا الموضوع اللي نتطرق له إن شاء الله بعد قليل. وأيضا تساعدنا المحاضرة في إبراز التحسين المستمر للأداء الفني الموجه نحو خصائص المعلومات وقيمتها من خلال التركيز على الخاصية الأهم أو الخصائص حسب الأولويات أو حسب الترجيح الموزون. وطبعا إن شاء الله نسلط الضوء على هذه التقنيات وطريقة قياسها والتعامل معها. بالتأكيد أهمية المحاضرة حتكون في التفكير الجاد نحو إعادة ترتيب الأولويات في مؤسساتنا نحو توجهات المستفيد وقناعاته، وبالتالي مساعدة الإدارة العليا في تحقيق الأداء المستدام الذي يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا النوع من الأداء مبني على اقتصاد المعلومات ضمن بيئة فاعلة مبنية على خصائص الترجيح في الأداء المعلوماتي لخدمة المجتمع.
المصطلحات اللي حنتعامل بها، القياس بالتأكيد يعني مو غريب عليكم انه نصدر حكم معين بقيمة رقمية، لكن في هذه المحاضرة نحتاج ان نحصل على صورة كمية أو نوعية للمتحقق فعلا من تبني خصائص معلوماتية مراد قياسه وتستخدم أساسا لدعم متخذ القرار وتحقق الأداء المستدام اللي بواسطته نحقق أهداف التنمية المستدامة. تقنية الترجيح هي ثلاثة، الأولى تقنية التصويت المباشر، والثانية التصويت المتعدد، والثالث التصويت الموزون المرجح. يعقب تقنية الترجيح إلزاما وجود مجموعة من السيناريوهات من الضروري أن نحققها لبناء مؤسسات فاعلة تؤمن بتحقيق التنمية المستدامة. الخصائص المعيارية للمعلومات، من أقول كلمة الخصائص معناتها الصفات التي تميز الشيء عن غيره. دائما الخصائص تحدد ببعدين، حقيقية وعقلية، وكلاهما يرتبط بالأداء والفهم للمعلومات والمعرفة. تأتي معياريتها هذه الخصائص الحقيقية والعقلية من ترجيح بعضها على الآخر من وجهات نظر متعددة يحكمها أنواع التصوير الممنهج في تقنياتنا المستخدمة في هذه المحاضرة. يدخل كله في اتجاه عمل جديد بقياسات المعلومات، يحدد يرتبط باستخدام مقاييس بالواقع العملي لتحديد القيمة العددية لبعد معين اللي هو مثل خصائص المعلومات أو أداء المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات. كون تقنيات الترجيح تدخل في كل مجال من مجالات الأداء المعلوماتي المستخدمة في شيء محدد أو نشاط معين أو عمل منفذ لحساب الزمن، الجودة، الإنتاجية، التكلفة، الإفادة أو جميعها مع بعضها. أحصيت الحقيقة مجموعة من الخصائص وتفاصيلها، بلغت 48 خاصية رئيسية، وإذا أضفنا إلها الأخريات مثل الخلو من الأخطاء أو إضافة الكم والكيف يصبح عندنا 50 خاصية. على سبيل المثال هذا الجدول يعرض لي مجموعة منها اللي هي القياس، الاستدعاء، الاسترجاع، الإيجاز، الانتقائية، الصلاحية، الواقعية، الجودة، التقادم، الكلفة والربح والسرعة وعدم التحيز والشفافية والموثوقية إلى آخره. ممكن إنه إذا أحد يحب يستثمر هذا الجدول أو يحصل عليه وبتفاصيله ممكن أن أساعده في هذا المجال. أي خاصية من هذه الخصائص تقرن بشيء حقيقي هو السمة. السمات الرئيسية لهذه الخصائص تصب في التنمية المستدامة. المدلول الحقيقي لأي خاصية من خصائص المعلومات هي السمات اللي ترتبط بيش بعنوان ومرتبة الشرف، العلامة، التأشيرة، مجموعة الإمكانيات والسلوك والفعل الخاص بمتغير موضوعنا اللي هو خصائص المعلومات. فهذه السمات لو جينا حددناها حنلقاها ترتبط، نجدها ترتبط بثلاث أنواع من السمات اللي تقرن هذه السمات بالتنمية المستدامة التي تحقق أهداف تنمية مستدامة. هو من اللطيف والطيب أن تجد للمعلومة خاصية، وهذه الخاصية تعبر عنها بسمة، وهذه السمة تصب في الأداء المستدام للمعلومات ولمؤسسات المعلومات. وإن استخدمت التقنيات الخاصة بترجيح الخصائص المعيارية حتتحول إلى أداء أكثر من مؤسسة معلوماتية، بل مؤسسات جامعية ومؤسسات وزارية وأكبر من ذلك بكثير. فالسمات اللي ممكن المستدامة اللي حترتبط بهذا الجانب هي السمة الاجتماعية
والسمة الاقتصادية والسمة البيئية. طبعا احنا نعرف دائما كل عمل المعلومات اللي تتجسد خصائص المعلومات في أدائها يرتبط بالمجتمع، بالأفراد، يقدمون لهم خدمات، يقدمون لهم تعليم إلكتروني، يقدمون لهم بحث آلي. السمة الاقتصادية مجرد أن أقول خاصية اقتصاديات المعلومات أو الاقتصاد اقتصاد المعرفة دخلت مباشرة بالبعد المستدام اللي هو يرتبط بالتكلفة، الوقت، الجهد، الاستثمار، الأرباح، return on investment، التوظيف، زيادات مهارة العاملين اتجاه يعني ما تعنيه وتقدمه المعلومات ضمن خصائصه اللي هو أداء الفرد. هذا هو الركن الثاني من الاستدامة لتحقيق الأهداف التنموية. أما السمة البيئية وهي الركن الثالث للاستدامة المقرون به، على سبيل المثال للحصر، التفاعل الفضائي الكوني للأفكار. أول ما قلت أفكار أصبحت حولت انتقلت إلى المعلومات، المواضيع، subjects، set of subjects، هذه universe of noise، universe of subjects، هذه infinity، غير محددة ببعد معين. طبعا هذه كلها تسويق المعلومات، تبادلها إلكترونيا وتقليديا عبر منافذها، التفاعل عن بعد، اللا حدودية، القابلية للتوصيل، اللا تزامنية، الفردية بتوجيه الرسائل إلى فرد أو جماعة. إذن البعد المستدام للخصائص ممكن أن يصب في 3 أركان رئيسية اللي هي اجتماعية واقتصادية وبيئية. فهذا الجانب الحقيقة تم دراسته في دراسة أخرى، ليس المجال يعني ما كان متاح لنا فرصة أن نقدمها، ولكن إن شاء الله قريبا تقدم، حددنا بها كل سمة وكل خاصية وين تحققت بأي هدف في نشاطات تدريبية تم ممارستها، وأنتجنا فاعلية تحديد هذه السمة المستدامة في التدريب ومجال العمل المعلوماتي في إحدى المؤسسات والجامعات بالدولة العراقية. خصائص المعلومات وتقنياتها المتنوعة وقياسها في مختلف المنظمات هو مصدر حيوي فعال لا غنى عنه لديمومتها وبقائها المستدام في تحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. هذه تمثل أداة فاعلة في تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال صنع القرار والمساعدة في تطوير أساليب عمل جديدة. نشوف هذا الشكل ممكن أن يوضحها. لاحظوا التقنيات المعلوماتية، هذا الجزء الأصفر ده ممكن الشكل من فضل الدكتورة. التقنيات المعلوماتية، وهنا البيئة الثقافية للمنظمة، الأفراد اللي يعملون عليها، وينتج لي استراتيجية يرتبط بالاستراتيجية الرئيسية للمنظمة. ثم نلاحظ بالأعلى الاقتصاد والسياسة والبيئة الخارجية. هذا هو البعد المستدام للتنمية المستدامة في أداء عمل المعلومات المقرون بسمات وخصائص المعلومات. الحقيقة نقول تقنيات معلوماتية لأول وهلة واحد يقول انه هذه شنو، هذه ما هي تقنيات ترجيح موجه، حتى اقول تقنيات عليها تقنيه. الحقيقه وليس بغريب عن مجال عمل المعلومات وقياساتها. فمثلا من نقول النمذجه، في كثير من المرات نعتبرها تقنيه معلوماتيه، ونشرنا بحث في مجله اريد الدوليه لقياسات المعلومات والاتصال العلمي الغراء عن استخدام هذه النماذج كتقنيات في تطوير الأداء الإعلامي، وموجودة أمامكم السلايد 12 إذا ممكن دكتورة. ممنونة. هذه تقنيات أمامكم مجموعة مذكورة كنماذج لتطوير وتحسين الأداء الإعلامي. نماذج إدارة المعرفة، نموذج دورة حياة إدارة المعرفة، نموذج نضج القدرة المعرفي، نموذج هرم الحكم المعرفي وغيرها. جميعها تقنيات معلوماتية ومعرفية في هذا المجال، سبق وإن وما زال التعامل معها مستمر. نماذج الاتصال العلمي، نماذج بحوث عمليات،
جميعها ترتبط بهذا الجانب من التقنيات المعلوماتية. المصفوفات مثل مصفوفة الخطر، مصفوفة تحليل القيمة، خرائط الاتصال، الإشارات الببلوغرافية المرجعية والتوثيق لمصادرها، خرائط الهايبو، خرائط الحركة والوقت، الخرائط المفاهيمية، تقنيات التصنيف الآلي الإلكترونيك كلاسيفيكيشن، تحليل موضوعي، تقنيات استرجاع المعلومات واستراتيجياتها. إذا تقنيات المعلومات هي كثيرة جدا، لكن أريد أني ألاحظ هنا في هذا المجال في هذه المحاضرة ماذا تعني تقنيات الترجيح لخصائص المعلومات المقترنة بالسمات المرتبطة لتحقيق أداء التنمية المستدامة من خلال الأداء المستدام. هذه التقنية ترتبط بثلاث خطوات. الأولى، الخطوة الأولى الترجيح لخاصية واحدة من خصائص المعلومات، والخاصية المرجحة تكون نقطة البدء في عمل المؤسسة المعلوماتية وقوة أدائها. يسمى هذا الترجيح التصويت المباشر. أدرج بجدول كل خصائص المعلومات اللي تمثل لي السمات والأداء المستدام في مؤسسات معلوماتية على سبيل المثال، وأجعل هناك أخلي تصويت لخاصية واحدة. أعلى تصويت يصير إلها ممكن أن أعتمده كخاصية مرجحة معيارية. فمثلا أعطيت مثال، ما لنا لأن هي محاضرة وليس المجال، يعني بالبحث إن شاء الله كلها موجودة، اختاريت 15 تصويت لمجموعة من الخصائص، مثل استخدام المعلومات وقوة المعلومات، جودة المعلومات اللي ورد المستفيد، الاسترجاع المعلومات، أي نظام بالدنيا، أي نظام معلومات، شنو جدوى إذا ما موجود به استرجاع، والكلفة باعتبارها مرتبطة دائما بالاقتصاد، الدقة والتقادم. لا يعني اختاريتهم يعني افتراضيا حتى أوضح التقنية. فهنا بالنسبة لي اختاريت مثلا الخاصية جودة المعلومات هي أفضل خاصية معيارية موجهة من قبل، أو يعني تم اختيارها من قبل المستفيد ومتخذ القرار، وحتبدي المؤسسة تشتغل من هذا المنطلق. طريقة قياسها باعتماد درجات التصويت ونقسمها على المجموع الكلي حتى تكون نسبة هذا التصويت بالنسبة لهذه الخاصية. الخطوة هذه الخاصية المرجحة هي جودة المعلومات بعدم وجود أخطاء في العمل، وبكل ما تتضمنه جودة من معايير فلسفية مادية، معايير التملك، الرضا إلى آخره من تفاصيل ليس المجال لذكرها هنا. الخطوة الثانية في الترجيح أن آخذ الأولويات، أضع 3 2 1، 3 أعلى أولوية، واثنين الأولوية الأقل، وواحد الأولوية الأقل من الثانية. هذه الطريقة تفيدنا أن نختار أكثر من خاصية معيارية للمعلومات توجه مؤسسة المعلومات عملها نحوها. يعني الخطوة الأولى نختار فقط خاصية واحدة واللي هي أكبر تصويت لها، هي هاي اللي نبدأ ننطلق منها بشغلنا. التقنية الثانية نخلي أولويات 3 2 1، على أساس ايش تنطينا أكثر خصائص معيارية ممكن أن نتوجه نحوها، ومقرونة ببناء سيناريو جديد للعمل. هذا نموذج مثلته أمامكم، عندي نفس الخصائص اللي خليتها بالجدول الأول خليتها بالثاني، وأيضا وضعت لها تصويت، هذا التصويت أمامكم اللي هو لاستخدام المعلومات، المستفيد رقم 1 انطاني 2، المستفيد رقم 2 انطاني 3، المستفيد رقم 3 انطاني 1، وهكذا 15 مستفيد، كل واحد كان وجهة نظره في قضية ترتبط باستخدام المعلومات اللي هي القيمة الحقيقية للفائدة المرجوة من مصادر المعلومات المتنوعة. طلع لي المجموع 34. المفروض لو كانت التصويت كل منطيني 3، فالمفروض يكون عندي هنا 45
فقره 45 درجه، اقسم المجموع اللي طلع لي على الحاله الايدنتيكال اللي هي 45 درجه، يطلع لي النسبه 75% كانت معياريه او وزن هذه الخاصيه وهكذا لباقي الفقرات. الاحظ بهذا الجدول افتراضيا انه جوده المعلومات اخذت ايضا 77، وبهذا التصويت حسب الاولويات والاستخدام للمعلومات 75، والاسترجاع ايضا 75. صار عندي اكثر من خاصيه ممكن ان الجا لها، والدقه في استرجاع المعلومات اللي هي مقدارها كان 73. فنلاحظ الخطوه الثالثه استخدام تقنيه التصويت الموزون او المرجح. انطي للمستفيد ثقل اكبر، الأول اعتمدت على خاصية واحدة، الثاني اعتمدت على الأولويات، الثالث أنطيه للمستفيد أقول له هاي الخاصية اللي عندي، هاي الخصائص عندك من 1 إلى 10، إيش قد أي رقم تراه مناسب لهذه الخاصية خليه لأمام، ضعه أمام الخاصية اللي تشوفها مناسبة. ياخذ نفس شكل الجدول السابق، لذلك ما رسمته وما انطيت عليه قضية افتراضية، إلا أنه أيضا افترضت أنه كانت أعلى جودة لخاصية، الأعلى خاصية كانت للجودة وتليها الاستخدام ثم الاسترجاع وبعده الدقة. افترضت هذا الشيء حتى أوضح فقط الخاصية شلون كيف تعمل. المرحلة الخطوة الرابعة بهذه أنه أبدأ أقارن، أضع الخصائص وأضع جدول بثلاث فقرات، كل خاصية بالتقنية الأولى كم كاية أيهم كانت المرجحة، وبالتقنية الثانية في التصويت أيهم كان له الأولوية، ونفس الخاصية بالتقنية الثالثة الموزونة في الترجيح أيهم كانت هي الأعلى. على أساس هذه المقارنات الثلاثة أبني ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول، وهاي حتكون الخطوة الرابعة اللي هي الخطوة الخامسة، بناء السيناريوهات في ضوء النتائج الخاصة بتحديد الخصائص المعيارية من خلال الترجيحات السابقة ومحاكاة سيميوليشن جميع القيم التي تم تحديدها بالمراحل السابقة. السيناريو الأول دائما وأبدا هو السيناريو المحتمل المتفائل، كل شيء يمكن تصوره. فإذا كانت خاصية الجودة كخاصية معيارية في جميع التقنيات ولها الأولوية والترجيح ومن ثم الاستخدام والاسترجاع، هذا السيناريو يرى أن المستخدم في المستقبل يضيف البدائل مقرون بدعم اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ وبناء استراتيجية تنموية تحقق ما تتبناه هذه الخصائص من تفاصيل. بينما السيناريو الثاني هو السيناريو المتشائم، يقرن أداء الخاصية المعيارية التي تقدمت على غيرها بوجود القيود. توجد قيود، تعليمات، محددات لا يمكن النفذ هذه الخاصية، زين، وينبئ بالعجز في ظل الأوضاع الحاضرة التي قد تكون مرتبطة ببنية تحتية ضعيفة. يقول بنيتنا ضعيفة، ما عندنا أنظمة، لا توجد إمكانيات مادية وتقنية، الموارد البشرية غير كفؤة، لا يوجد تدريب. فهذا السيناريو الثاني هو السيناريو المتشائم غير المرغوب به. السيناريو الثالث هو سيناريو البديل المرجعي أو السيناريو المرغوب، ويشمل ما يقع في حيز المحتمل ولكن ليس في حيز المعقول. شلون هذا الكلام يكون؟ إنه ما يتوقع أن يختلف في المستقبل كثيرا عن الحاضر. معناته هسه لو دخلنا إلى مكتبات، أغلب اللي يشتغلون هم راضين وراغبين بالعمل الروتيني في المكتبات، خصوصا كبار السن. فهذا بتقول له المستقبل شلون يقول؟ يقول لك مو أحسن من اللي موجود، هذا الموجود كل زين واحنا راضين عليه، لكن انت متوقع ممكن ان يكون هناك شيء محتمل كثير عن الحاضر والمستقبل. هذا السيناريو الثالث هو افضل سيناريو، يراعي الظروف النفسية للإنسان
للعامل اللي موجود، ويأخذ بالاعتبار الاحتمالات اللي ممكن أن تضاف في الشيء الجديد المستقبلي. في هذا العرض القصير لهذه التقنية وأبعادها وأدائها المقنن اللي ممكن أن يستثمر، ليس فقط في خصائص المعلومات، وإنما أوجه الدعوة لمؤسسات المعلومات والمتخصصين والباحثين العمل بمنظور شامل وجديد في قياسات المعلومات بالمنطلقات التنمية المستدامة، باستثمار حقيقي لخصائص المعلومات المعيارية ووجود مثل هكذا تقنيات للترجيح موجهة نحو المستفيد ومتخذ القرار لبناء استراتيجيات وسياسات تنموية متقدمة. شكرا لحسن إصغائكم، مع الامتنان ربما أطلت قليلا أو بالوقت المحدد، تقريبا بالوقت المحدد يعني. شكرا جزيلا ألف سعادة شكر، الدكتور. ألف شكر شكرا لحضرتك لحضرتك. بروف النعام على هذه المحاضرة القيمة. هو حضرتك عديتي الوقت فعلا، بس احنا ما حسيناش بالوقت مع حضرتك خالص. الله شاكرين يخليك، الله يحفظك. جهودك الطيبة الدائمة معنا. هو عايزة برضو أوضح وأشير إن شكرا. بروف إنعام من المشاركين الممتازين في مجال التوريد الدولية لقياسات المعلومات والاتصال العلمي، فيتشارك معنا بأبحاث وغيرها، أنها عضو في هيئة تحرير المجلة، فكل الشكر لها، وسعيدة بوجود حضرتك معنا في هذا المؤتمر. ألف شكرا شكر. لسعادتك، شكرا شكرا لسعادتك. لحضرتك، شكرا. ننتقل الآن إلى الحماية القانونية للوثائق التاريخية، دراسة تحليلية تأصيلية لمعالي المستشار الدكتور محمد جبريل إبراهيم، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2019، وكانت رسالة الدكتوراه حول المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوى. عين عضو بهيئة قضايا الدولة المصرية من 16/2/99، عين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة منذ عام 2020، وهو ملحق برئاسة قطاع وسط الصعيد في الوقت الحالي. من الاختصاصات السابقة التي قام عليها معالي المستشار الإشراف على شعبة القضاء الإداري بفرع الأقصر، ثاني اعتبارا من أغسطس 20 حتى يوليو 22، العمل في مختلف اختصاصات وفروع هيئة قضايا الدولة بقنا والأقصر وأسوان. صدر له العديد من المؤلفات في دور النشر المصرية، ونشر العديد من الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة تدور حول الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، وشارك في العديد من المؤتمرات ومناقشات الرسائل العلمية، وحاضر وشارك في ورش العمل التي تقيمها الشؤون القانونية بوزارة الصحة بانتظام. طبعا أنا بشكر معالي المستشار شكر خاص لمشاركته معنا في المؤتمرات التي دائما يسرينا بالمعلومات القانونية، مهمة جدا. وأنا أتابع طبعا صفحة حضرتك، ما شاء الله الكتب والأبحاث. يا سعداء والله، مثلا سعادتك. ربنا يوفق حضرتك دوما ربنا معالي يخليك. المستشار. اتفضل حضرتك بإلقاء المحاضرة الخاصة بسيادة. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يكون الصوت واضح. نعم، واضح جدا، اتفضل حضرتك. طبعا يسعدني اليوم التواجد في هذا المحفل الذي يمتلئ ببركة العلم إن شاء الله، ويزدان بنخبة مميزة من الأعلام والقامات التي على رؤوسها أنوار. واسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة معكم في هذا العرس العلمي المتميز، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان لمعالي الأستاذ الدكتور سيف السويدي المشرف العام على منصة أريد الدولية، كما أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور رحاب يوسف، طبعا درة التاج التي نفتخر بها دائما، وشعلة النشاط التي ندعو الله أن يحفظها ويديم جزوتها منيرة دائما. طبعا ويا رب إن شاء الله كذا يبارك فيك دكتور، وكذا وكل ساعة كل سنة كذا نشوفك دائما كذا في المؤتمرات يعني. المستشار شرف لينا مع المستشار، الله يخليك دكتور، بارك الله الله فيك يبارك يا في رب. حضرتك. طبعا الشكر موصول كذلك للاستاذه الدكتوره مريم قيس والاستاذ المحترم الاستاذ عدنان على جهودهما الملموسه والمشكوره.
وأتقدم كذلك لكل القائمين بمنصة أريد الدولية على عقد هذا المؤتمر العظيم بالشكر والتقدير، وأقدم كذلك تحية إجلال وتقدير للسادة الحضور جميعا فردا فردا كل بشخصه وبصفته، وأتشرف بالترحيب بالأساتذة الأجلاء المتحدثين الرئيسيين في الندوة المثمرة، الأستاذ الدكتور طلال ناظم، الأستاذة الدكتورة إنعام علي توفيق، الأستاذ الدكتور أيمن عبد الرحمن، الأستاذة الدكتورة حنان الصادق، الأستاذة الدكتورة عزة أبو بكر، وعذرا لو نسيت حد فيهم يعني. كده تمام. ومشاركة اليوم، مشاركة اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الحماية القانونية للوثائق التاريخية القومية دراسة تحليلية تأصيلية، ويظهر من خلال العنوان أن المشاركة إن شاء الله ستنصب على الوثائق التاريخية القومية. ويمكن تعريف الوثيقة باختصار بأنها الوعاء الذي يتضمن معلومات مباشرة أو غير مباشرة خطت باليد أو طبعت بالآلة الكاتبة أو بالحاسب الآلي أو نقشت على حجر أو دقت على معدن أو صبت على تمثال أو رسمت على ألواح، وترتبط هذه الوثائق بتاريخ الأمة، فهي تصدر من جهة تعترف بها الدولة، وبالتالي تعترف بما ينتج عنها من حقائق، فيتم ختمها وترقيمها وترتيبها من قبل دار الوثائق التاريخية القومية، وتعبر تلك الوثائق عن قومية البلاد وفقا للجهة المنشئة لها وتحمل خصائصها. ويلزمنا أن نتقدم في البداية ونمهد لهذه الدراسة بعرض أهمية الموضوع والإشكاليات التي يثيرها والهدف من هذه الدراسة. فتبدو أهمية الموضوع في أن الدولة المصرية شأنها شأن معظم الدول تمتلك الكثير من الوثائق التاريخية القومية والمخطوطات التي تعد وتمثل ذاكرة الأمة، توثق هذه الوثائق تاريخها وتحفظ أحداثها، حتى يمكن القول إنه لولا الوثائق التاريخية لاعتقدنا أن الحقائق التاريخية مجرد أساطير من أساطير الأولين التي لا دليل عليها. ولذلك حظيت هذه الوثائق بعناية كبيرة من المشرع، وكذلك باهتمام الدارسين والفقهاء نظرا لقيمتها العلمية والفنية والتاريخية. فلا شك أن هذه الوثائق تعد جزء مهم من التراث الوطني، حيث تعبر عن الأصول والتقاليد السائدة عبر العصور المختلفة، ومن ثم يكون الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية، وهو أمر ضروري وهام في العصر الراهن الذي يموج بالتغيرات والتقلبات الحضارية وظهور مفاهيم وقيم جديدة أفرزتها العولمة التي تشكل خطر يهدد الثقافات المحلية الداخلية. ولا أحد ينكر دور الوثائق التاريخية القومية في مجابهة الثقافات الدخيلة والمتحيزة للثقافات وأعراف وتقاليد معينة تسود في بلاد أخرى ولا تمت بصلة للتقاليد المحلية. فهذه الوثائق التاريخية تمثل حائط الصد للتغيرات الخارجية وسياج لحماية خصوصية الشعوب من غزو الأفكار الغريبة عديمة الأسس، بحسبان أن هذه الوثائق التاريخية تمثل الجذور التي تنبثق منها ثقافتنا الحالية. ومن الأدوار المهمة التي تسند إلى الوثائق التاريخية أنها تسرد تاريخ الأمة ومقدراتها، حيث تكشف هذه الوثائق تاريخ البلاد منذ العصور الماضية وحتى الآن، من حيث تاريخ المؤسسات داخل الدولة وتقسيماتها الداخلية من مديريات ومحافظات وأقاليم، وكذلك من حيث تشريعاتها الاقتصادية وأملاكها ومذكرات زعمائها ومؤلفاتها ومؤلفات علمائها وكتابها. وبسبب هذه الأهمية فقد تنبه المشرع للسعي نحو الحفاظ على هذه الوثائق بالعديد من الوسائل، منها التدخل التشريعي، وهو ما اقتضى إصدار القوانين اللازمة لحماية هذه الوثائق التاريخية.
وأيضا الإسراع في تطبيق التقنيات الحديثة لرقمنة كافة الوثائق التاريخية القومية والمحفوظة. فقد تتعرض هذه الوثائق التاريخية للعديد من المخاطر، أقلها التلف أو العبث بها وتغيير محتواها أو الفقد أو الضياع أو السرقة أو إخراجها من البلاد فيما يعرف بالتهريب والاتجار غير المشروع في هذه الوثائق. فهي بلا شك تمثل تراث لا يقدر بثمن، ويشجع هذا التعدي على هذه الوثائق أنها تباع بأثمان عالية. وكما تتعدد المخاطر التي تحوم حول الوثائق التاريخية، يتعدد كذلك المجرمون الذين يستهدفون هذه الوثائق. فقد يكون المتعدي هو الموظف المكلف بحمايتها، وقد يكون من الغير، وقد يكون من أبناء الوطن، وقد يكون من الأجانب. ومن هذا المنطلق، فقد شرعنا في هذه الدراسة منطلقين من المسلمات الآتية: أن الدراسة تنصب على موضوع مهم، وهو موضوع الوثائق التاريخية القومية التي تمثل ذاكرة الأمة بما تتضمنه من بيانات ومعلومات وأحداث مسجلة، تعتبر هي المصدر الأساسي والرئيسي لصياغة تاريخ الأمة بكل دقة ووضوح. أن الدراسة تعرض التهديدات التي تواجه الوثائق التاريخية القومية، وتعرض الوسائل الكفيلة بحمايتها سواء الوسائل التشريعية أو الفنية، بما يكفل انتقال هذا التراث من جيل إلى جيل. أن الدراسة تتناول حق من حقوق الأجيال القادمة في حماية حقوقهم التراثية ووثائقهم التاريخية التي يجب أن تصل إليهم بدون تلف أو تغيير أو نقص عن طريق هذه الوثائق، فيتم الاستفادة منها والبناء عليها لمتابعة التطور الحضاري واستمراره. ولا يفوتنا أن نعرض للإشكاليات التي تثيرها هذه الدراسة. تثير هذه الدراسة 3 إشكاليات، وهي كما يلي: الإشكالية الأولى، تعدد مفاهيم الوثائق التاريخية. الإشكالية الثانية، مدى جدارة الوثائق التاريخية بالحماية التشريعية. أما الإشكالية الثالثة فهي التنازع بين الحق في تداول هذه الوثائق وبين ضرورة الحفاظ عليها وعلى سريتها وعدم تسهيل تداولها بين الأيدي. وهذه الإشكاليات سنبدأ في سبر أغوارها في هذه الدراسة. أما الهدف من الدراسة فهو تحرير معنى الوثائق التاريخية القومية وتحديد مفهومها على وجه الدقة، وحصر الحالات التي يجوز فيها الاطلاع عليها وتداولها ونشرها، والحالات التي يمنع المشرع فيها ذلك. كما تهدف الدراسة إلى تنظيم آليات جمع وحصر هذه الوثائق وتبويبها وترقيمها حتى يسهل الاطلاع عليها. كما تهدف أيضا هذه الدراسة إلى تحديد الوسائل التي تكفل حمايتها من الناحية التشريعية ومن الناحية الفنية. نبدأ بعون الله في تحديد مفهوم الوثائق التاريخية القومية والمخاطر التي تهددها. الوثائق التاريخية القومية هي أهم مكونات الذاكرة السياسية والإدارية والأمنية للدولة، والتي تمتد إلى أعمق عصورها، فهي تمثل رصيدا تاريخيا لا يمكن تجاهله، كما تمثل موروثا ثقافيا للدولة وللمجتمع لا يستهان به. ولذلك تنبه المشرع للمخاطر التي تهدد هذه الوثائق، كالسرقة والاختلاس والإتلاف والتهريب والإخراج من الدولة، فسعى إلى مجابهة هذه المخاطر. وفي هذا المطلب سنحدد هذه المفاهيم على وجه الدقة. أولا، المفهوم اللغوي والاصطلاحي للوثائق التاريخية. في اللغة يطلق لفظ الوثيق على كل ما هو محكم، والوثيقة هي مؤنث الوثيق، أي ما يعتمد عليه والإحكام به في الأمر. أما في الاصطلاح فيطلق على الوثيقة على كل الأوراق الرسمية المسجلة. أما وصفها بأنها تاريخية وقومية فذلك لتمييزها عن غيرها من الوثائق، وأنها تتعلق بالماضي الخاص بالدولة وتعد مادة أساسية لتاريخها في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية.
طيب، مفهوم الوثائق التاريخية في التشريع. للأسف لم يضع المشرع المصري تعريفا للوثائق التاريخية، وإن كان قد حدد مصادرها، فنص في المادة الثانية من القانون رقم 356 لسنة 54 بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية على وظيفة هذه الدار، وهي جمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور وحفظها، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 215 لحماية الآثار. وهذه المصادر هي قسم المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري، وقسم المحفوظات المعروف باسم محفوظات عابدين، بالإضافة إلى الأقسام الخاصة برئاسة مجلس الوزراء، ثم الأقسام الموجودة في وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف. وإذا اعتبرنا الوثائق التاريخية القومية من البيانات الحكومية، فقد عرفها المشرع في قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على إنها بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها أو أجهزتها أو وحداتها أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها. ننتقل بعد ذلك إلى المفهوم عند الفقهاء والمختصين. فقد عرف الفقه الوثائق التاريخية، وكما سبق أن أشرنا إلى أنها الوعاء الذي يتضمن معلومات مباشرة أو غير مباشرة، خطت باليد أو طبعت بالآلة الكاتبة أو بالحاسب الآلي، أو نقشت على حجر أو على معدن، أو صبت على تمثال، أو رسمت على ألواح، وترتبط بتاريخ الأمة. ورغم التطور والتقدم الحاصل في مختلف بلدان العالم، إلا أن الوثيقة والمخطوطة التاريخية ظلت ولا تزال مصدر أساسي للمعلومات التي ترتكز عليها الدراسات والبحوث العلمية المختلفة. وكما هو معهود بأن الشعوب والأمم التي تولي وثائقها وتراثها الإنساني أهمية كبيرة، هي أمة فعالة وحاضرة على مر العصور. ومما هو جدير بالذكر أن الوثائق والمخطوطات هي الأصول التاريخية والتاريخ الذي يعتمد على اعتماد أساسي على الأصول، لذلك قيل إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ، وإذا فقد التاريخ فقد الحاضر والمستقبل. وعلى أي حال، فيمكن تعريف الوثائق بأنها كل وثيقة تنقل إلى دار الوثائق التاريخية، سواء كانت مفردة أو في وحدة أرشيفية أو مجموعة أرشيفية، وختمت بختمها وترقبت بأرقامها، سواء كانت صادرة من ديوان حكومي أو شبه حكومي. طيب، ما هي المخاطر التي تهدد الوثائق التاريخية القومية، والتي استدعت أن يتدخل المشرع الجنائي لحماية هذه الوثائق؟ تتعرض الوثائق التاريخية القومية لعدة مخاطر. أولى هذه المخاطر السرقة، والسرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير. وفيما يتعلق بسرقة الوثائق التاريخية، فقد قرر المشرع العقاب على كل استيلاء يقع على الوثائق بطريقة خفية أيا كان وصفها وأيا كانت صفة هذا الاستيلاء، سواء كان سرقة أو اختلاس، ومهما يكون الباعث عليه، سواء كان الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه، أو حتى إذا كان الباعث هو مجرد هواية للاحتفاظ بالأشياء القديمة. ولا شك أن ارتفاع أثمان هذه الوثائق التاريخية عند التجار غير المشروع فيها في الأسواق العالمية هو ما يشجع الكثير من الأفراد والعصابات على التعدي بالسرقة على هذه الوثائق. ولقد جعل المشرع لجريمة سرقة الوثائق خصوصية مهمة في قانون العقوبات، وهي أن تكون هذه الوثائق مودعة في المخازن العامة المخصصة لها. ولو لم تكن هذه المواد والوثائق موجودة في هذه المخازن، لا تخضع لهذه الحماية. فلو لم تكن هذه المواد غير موجودة، لكانت هذه الجرائم عند ارتكابها عن قصد يعاقب عليه بمقتضى النصوص القانونية العامة التي تعاقب على السرقة والتبديد وخيانة الأمانة وإتلاف الأوراق العادية،
ولكن وجود الوثائق محل الجريمة في مخزن عام مخصص لحفظها يجعل هذه الأفعال تخضع لنص المادة 151 و152 من قانون العقوبات. ومن ثم فوجود هذه الوثائق في مخزن خاص يجعل أفعال التعدي عليها صفة خاصة تبرر إخراجها من الأحكام العامة. ولقد جعل المشرع المخزن العام المخصص للحفظ حرم مقدس وله خصوصيته، وأن كل جريمة من جرائم السرقة والاختلاس والإتلاف تقع في هذا المخزن تكون جريمة من شأنها الإخلال بالثقة العامة والمساس بالسلطة العامة التي أنشأته، وهو ما يبرر موضع هذه النصوص في قانون العقوبات، حيث جاءت في الباب التاسع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان الجنح والجنايات المضرة بالمصلحة العامة. ولا يشترط أن يقع الفعل من الشخص المكلف بحفظ الوثائق، ولكن من المتصور أن تقع الجريمة من الغير، سواء كان من الأفراد أو من العصابات. فإذا وقعت الجريمة من الشخص المكلف بحفظها اعتبرت اختلاسا. ونشير إلى أن عدم وجود الوثيقة في المخزن العمومي الخاص بها كما في حالة حيزتها من شخص معين لا يعني أن ذلك ينفي عنها الحماية الجنائية، حيث أن نص المادتين السادسة والسابعة من قانون الوثائق رقم 356 لسنة 1954 يكفل الحماية الجنائية للوثائق التاريخية تحت أي يد تحتفظ بها، بشرط أن يكون هذا الشخص الحائز للوثيقة قد أخطر بقرار اعتبار الوثيقة ذات قيمة تاريخية. طيب، ومن المخاطر الأخرى التي تتعرض لها الوثائق التاريخية الاختلاس. والاختلاس هو جريمة يتم بمقتضاها الاستيلاء على الوثائق التاريخية القومية عن طريق الخفاء. ويختلف الاختلاس عن السرقة في عدة أشياء، فهو في تعريفه الدقيق استيلاء على الوثائق التاريخية القومية التي تخص الدولة من طرف شخص له خصوصية، وهي أنه موظف تابع للدولة، وتكون الوثائق في عهدته، ويكون هذا الموظف مسؤول عن حفظ هذه الوثائق وحمايتها. ويتم استحواذ الموظف على الوثائق التاريخية القومية إذا وقع خفية وفي ظروف غير عادية، وإلا كان استحواذه أمرا طبيعيا فوفقا للوظيفة تكون الوثيقة تحت يده. ولكن إذا تم هذا الاستحواذ خفية وبدون علم الإدارة التابعة لها وخارج نطاق الوظيفة وفي ظروف غير عادية نكون أمام جريمة الاختلاس، وفي هذه الحالة يقع فعل الاختلاس المعاقب عليه قانونا. أما إذا وقع فعل نقل الحيازة من الغير، أي من شخص لا تربطه علاقة بحفظ الوثائق، فإن الفعل لا يعد اختلاسا ولكنه يعد سرقة. الخطر الثالث للوثائق التاريخية هو الإتلاف، وينصرف معنى الإتلاف إلى تدميرها عن طريق المحو أو الإعدام أو التغيير في المضمون، ويتم ذلك بمجرد وقوع التعدي المادي على الوثيقة، وأن يكون من شأن الإتلاف تغيير وتشويه الوثيقة أو إعدامها بالكلية. ومن المعتاد أن يقع التلف بفعل الطبيعة وعوامل الزمن، كما يشيع وقوع التلف بسبب إهمال الأشخاص المكلفون بالحفظ على الوثيقة وهم أرباب العهد الموكول إليهم مسك هذه الوثائق. ولقد وضع المشرع بموجب نص المادة 13 من قانون الوثائق رقم 456 لسنة 1954 تفسيرا واسعا للإتلاف، بحيث يشمل كل قشط في الوثيقة أو التخطيط فيها أو عبث بمادتها، وذلك لكي تصان الوثائق من كل عبث ولكي لا يكون تيسير الاطلاع لكثير ذريعة لإتلاف الوثيقة إتلافا كاملا فيما بعد. الخطر الرابع هو إخراج أو تهريب الوثائق خارج البلاد. فمن صور التعدي الشائعة على الوثائق التاريخية إخراجها خارج حدود البلاد، وهو ما دابت عليه بعض العصابات المنظمة،
وهو ما يعرف بين أوساط العامة بالتهريب. ولقد واجه المشرع هذا السلوك في المادة السادسة من القانون 356 لسنة 1954، والتي نصت على أنه يجوز لوزير الإرشاد القومي اللي هو حاليا وزير الثقافة بقرار يصدره بناء على طلب المجلس الأعلى للدار اللي هي دار الوثائق التاريخية أن يقرر اعتبار أي وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات ذات قيمة تاريخية، وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسؤولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، كما يحظر عليه إخراجها من الجمهورية المصرية أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا بترخيص من وزارة الإرشاد القومي. ولقد جاءت العقوبة المكملة لهذا يعني النص مستشار في المادة الثانية. استاذن حضرتك فاضل دقيقتين بس. طيب هو نكمل الموضوع نكمل بس نكمل اتفضل حضرتك المخاطر نكمل، لان هي مهمة جدا فعلا، اتفضل حضرتك. فالعقوبة على الإخراج هي عقوبة ضعيفة جدا، وهي عقوبة الجنح التي هي الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه. طبعا ينصرف مفهوم الإخراج إلى نقل الوثيقة من داخل البلد إلى خارجها، ويتم ذلك عن طريق الأفراد أو عن طريق العصابات. طبعا الخطر الخامس هو التصرف في الوثائق بأي وجه من الوجوه بدون ترخيص من وزارة الإرشاد القومي، فالشخص الحائز لهذه الوثائق يمكن له التصرف، والتصرفات في القانون هي الإيجار أو البيع أو الرهن، فكل هذه التصرفات محظورة بالنسبة للحائز إلا بإذن من وزير الثقافة. طيب المخاطر دي طبعا تحتاج حماية تشريعية، فالحماية التشريعية وردت في قانون العقوبات في نص المادتين 151 و 152، وكذلك وردت الحماية الجنائية في القانون رقم 356 لسنة 1954. هذين الموضعين في قانون العقوبات هما اللذين يحافظان على الوثائق التاريخية. طيب هناك حماية فنية، وهي أن يتم حفظ هذه الوثائق عن طريق الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي، وهذا يستدعي طبعا إعداد الكوادر البشرية الخبيرة في حفظ الوثائق التاريخية حتى تتمكن من حفظ هذه الوثائق بسهولة. طيب ما هي سمات التجريم والعقاب في حماية الوثائق التاريخية؟ هذه السمات أن هذه النصوص تحمي المصلحة العامة، كما أن التجريم في مجال حماية الوثائق التاريخية ينصب على الأفعال العمدية وغير العمدية، فإذا أصاب هذه الوثائق تلف فإن الموظف المختص بحفظها يكون قد أهمل في حفظها، ومن ثم يعاقب بعقوبة الجنحة. أن هذه الجرائم لا تتطلب صفة خاصة للجاني، فممكن أن يرتكبها الأفراد العاديين والموظفون المكلفون بحفظ هذه الوثائق. أن النصوص المتعلقة بحماية الوثائق التاريخية تتطلب نتيجة معينة، وهي إتلاف أو إخراج هذه الوثائق من خارج من الدولة إلى خارجها. أن جرائم التعدي على الوثائق التاريخية تعد من الجرائم المخلة بالشرف، لأنها تعد يعني سرقة أو اختلاس، وهذه الجرائم تمثل إخلالا بشرف الشخص الذي يقوم بهذه الجرائم. طيب سمات العقاب طبعا واضح ان العقوبه اصلا بسيطه، ومن ثم يعني يلزم تدخل المشرع لزياده العقوبه حتى تكون رادعه ويمتنع المتعدون عن التعدي على هذه الوثائق. كما ان العقاب على الافعال العمديه وغير العمديه في مجال الاعتداء على الوثائق التاريخيه نسمي من هذا الدور من المشرع، كما ان تعدد النصوص في الوثائق التاريخيه هذه النصوص يؤدي الى ازدواجيه التجريم مما يؤدي الى صعوبه التطبيق وعدم دقة التوقيع. نوصف في آخر الدراسة بالتوصيات الآتية: أن بسن تشريع موحد وقوي لحماية الوثائق التاريخية القومية نظرا لأهمية هذه الوثائق، كما نوصي بإضافة عقوبات لجرائم الاتجار غير المشروع في الوثائق التاريخية
القومية المرتكبة بمعرفة العصابات المنظمة عبر الحدود. كما توصي الدراسة بالحث على زيادة التعاون الدولي في مجال تهريب وإخراج الوثائق التاريخية خارج الحدود. كما توصي الدراسة بالاهتمام الفني والتقني لحماية الوثائق التاريخية والتحول الرقمي الأرشيفي بالاعتماد على الرقمنة بدلا من الدفاتر القديمة. وأخيرا توصي الدراسة بتنظيم الاستفادة من الوثائق التاريخية وطرق وأحوال الاطلاع عليها وكيفية الحصول على صورة ضوئية منها والرسوم المستحقة على ذلك بما ييسر فحصها ودراستها. وألف شكر. كل الشكر لحضرتك معالي المستشار على هذه المحاضرة القيمة جدا جدا، يعني بالنسبة لي أنا تخصصنا فطبعا مهتمة بيها جدا، ودي محتاجة أعتقد مش محاضرة واحدة بس، احنا محتاجين محاضرات كتيرة إن حوالين شاء الله. الموضوع ده، وخاصة في ظل التحول الرقمي للوثائق، يعني ومدى موثوقيتها، وإن احنا مش عارفين هيبقى معترف بيها فعلا ولا لا، وفي قلق من الكلاود وان انا احفظ الوثائق بتاعتي في الكلاود وهكذا، فدي محتاجين ان شاء الله من حضرتك محاضرة تفيدنا في الموضوعات اللي إن حضرتك شاء الله. هي ده بتتكلم. فعلا هو التحول الرقمي أصبح ضرورة، وده منهج بتتخذ الدولة في كافة المجالات يعني. نعم، لكن هو التطبيق محتاجين ان احنا نعرف التطبيقات الصحيحة للأمر، علشان طبعا هو في صعوبات لا طبعا. نقع تحت طائلة القانون. كل الشكر والتقدير شكرا لحضرتك دكتور، شكرا معالي دكتور، المستشار، شكرا لحضرتك. ننتقل شكرا الآن دكتور. إلى اتجاهات الأرشفة الذاتية للإنتاج الفكري المتاح على الموقع الإلكتروني للأكاديمية الليبية للدراسات العليا، دراسة بيبليومترية مع الأستاذة الدكتورة حنان الصادق بيزان، هي منسق الجودة من مدرسة العلوم الإنسانية والاجتماعية بالأكاديمية الليبية، عضو هيئة تدريس بقسم دراسات المعلومات بالأكاديمية الليبية، رئيس تحرير مجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، تقلدت العديد من الوظائف منها مساعد عميد مدرسة الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية الليبية، رئيس قسم دراسات المعلومات بمدرسة العلوم الإنسانية، عضو هيئة استشارية بالمركز العربي للبحوث والدراسات في علم المكتبات والمعلومات، حاصلة على جائزة البحث المتميز من جامعة عمر المختار البيضاء عام 2017، حاصلة على شهادة أرسيف لعام 2019 ضمن أعلى 5% مؤلف استشهد بمقالاتهم، مكلفة حاليا بمهام عضو الهيئة الاستشارية بعدد من الدوريات العربية المتخصصة، منها المجلة العربية، مجلة المكتبات والمعلومات الصادرة عن دار النخلة الليبية، المجلة العربية للأرشيف والتوثيق والمعلومات، والعديد من المجلات، والإشراف على المناقشات، الإشراف على أكثر من 25 رسالة ماجستير، ومناقشة أكثر من 23 رسالة أطروحة دكتوراه بالجامعات الليبية، شاركت بأوراق بحثية في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية داخل ليبيا وخارجها، بلغت حوالي 5 سنين مشاركة من سنة 1995 وحتى الآن. بسم الله ما شاء الله، بروف حنان على هذه السيرة الذاتية المفعمة بالمعلومات والمهام الثقال، طبعا حضرتك يعني نبارك لحضرتك عليها ودايما في تقدم وازدهار، وحضرتك تفضلي بإلقاء المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي مسموع؟ مسموع، تفضلي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا السلام. كل عام والجميع بخير بمناسبة حلول العام الهجري. أود في الحقيقة أن أشكر كافة المسؤولين على منصة أريد، كلهم بشخصي وصفتي، وأخص بالشكر والتقدير الأستاذ الدكتور سيف السويدي، وأيضا الدكتورة مريم والبروف ريحاب وكافة الزملاء والزميلات. في الحقيقة البحث هذا يتمحور حول اتجاهات الأرشفة الذاتية للإنتاج الفكري المتاح على الموقع الإلكتروني للأكاديمية الليبية. الصوت مسموع والسلايد واضحات؟ واضحة أوكي فعلا والصوت مسموع كويس، تفضل يا تمام. حبيبي. ما فيش شك أن الأرشفة الذاتية تعتبر أحد المظاهر الحديثة للإتاحة وتيسير الوصول الحر للمعلومات.
وتعتبر من بين أهم القنوات الاتصال العلمي بين الباحثين. فبطبيعة الحال يعني تتجسد أهميتها في سرعة وسهولة النشر وتعظيم تحقيق الوصول الحر والإفادة من الإنتاج الفكري وزيادة المعدلات. فبالتالي تبادر هيك لذهني في الفترة الأخيرة القيام بهذا البحث. فبالتالي كان السؤال الرئيسي مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بالقيام بالأرشفة الذاتية وانعكاساتها بطبيعة الحال على الاتصال العلمي بين الباحثين وبين حتى المجتمع البحث العلمي ككل يعني. فبالتالي كان هدف الدراسة أولا استقراء أهمية الأرشفة للإنتاج الفكري بشكل ذاتي، كذلك تدارس الوعي بتوثيق السي في لأعضاء هيئة التدريس أول بأول كمحتوى معلوماتي، وكذلك تحليل اتجاهات الأرشفة الذاتية من حيث مجموعة من الخصائص كمية ونوعية ولغوية وموضوعية. فبالتالي كذلك أيضا إمكانية الإتاحة في القنوات العلمية أنجوها لاحقا بالأشكال والصور. هذا طبعا منهجية الدراسة. أهمية الدراسة طبعا دعم الأرشفة الرقمية للباحثين يحقق العديد من القضايا كتنظيم الحفظ والإيداع والاسترجاع المعلومات، تحليل المعلومات اللي بتشرح أسس أداء عملية الأرشفة الرقمية، رصد الجوانب الحضور الرقمي لعضو هيئة التدريس طبعا على الويب، هذه تعتبر مهمة، يعني مش كفاية أن يكون لديه أكاونت مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما أيضا حضوره في داخل المؤسسة، حضوره المؤسسي إلكترونيا من خلال الأرشفة الذاتية، مش بالضرورة يكون مرغم عليها مثلا وإلا ملتزم بهذا الواجب، وإنما بنشوف هنا الاتجاه الأرشفة الذاتية. فبالتالي الحقيقة يعني أن أهمية الأرشفة الإنتاج الفكري ذاتيا يعتبر من ضمن الجزئيات اللي تعتبر مهمة، واهتمت العديد من الدراسات بمعرفة مدى استخدام الباحثين لاسترجاع المعلومات اعتمادا على مستودعات التواصل العلمي وتحقيق النشر الرقمي خلال هذه الشبكات. فالجانب القانوني قد يحضرنا الآن وحول الملكية الفكرية والمادية، تختلف طبعا بطبيعة الحال من جهة نشر إلى أخرى، يتيح الناشرون والتجاريون فرصة للمؤلفين لتفعيل النشر الرقمي، في بعض الدوريات ما تسمحش بالنشر قبل الطبع، بعد قبل النشر أو بعد النشر يتيحها. فبالتالي فيه طبعا الدوريات العلمية تمنح قدرة الأرشفة الذاتية للباحثين على نحو مختلف، يعني تقريبا فيه دراسة وضحت أن حوالي 90% من كم من الدوريات تتيح أو تسمح للمؤلفين بحق الأرشفة الذاتية بعد النشر، بينما تختلف طبعا سبل الأرشفة الرقمية بين الأرشفة القائمة على المستودعات المعلومات التابعة للمواقع الاجتماعية أو الشخصية، وبين المستودعات المعلومات القائمة أساسا على الإيداع المؤسسي. في الحقيقة فيه قد تمت يعني أوجه تباين متنوعة وشدة اختلاف بين ما تحققه المستودعات الغير رسمية وبين المستودعات المؤسسية البحثية. الحصيلة إن يعني الأرشفة الذاتية تعتبر يعني من ضمن الجوانب اللي يفترض التشديد عليها والاهتمام بها وتوعية العاملين بهذه العملية يعني. فبالتالي إقرار المؤسسات البحثية بتمكين باحثيها من الأرشفة على مستودعاتها هو أساس تحقيق بطبيعة الحال مبدأ الإتاحة والوصول الحر والنشر على نطاق واسع، وذلك تحت مظلة حماية الملكية وكفالة الثقة وحق الاستخدام. طبيعة الحال هذا المسار يمثل أحد أهم الروافد للبحث العلمي والاطلاع على المعلومات الرقمية المحكمة من جانب الباحثين، تتمثل في البحوث والدراسات المنشورة بالدوريات العلمية المحكمة والاستشهادات المرجعية التي ترد ضمن الأعمال الباحثين الآخرين. طبعا أهمية الأرشفة هنا تتمحور في أن الأساليب الأرشفة الإنتاج الفكري بتسمح للباحثين بنشر هذا الإنتاج وبتسمح بإتاحتها كمحتوى معلوماتي واستخدامها ومن ثم الإفادة منها. فبالتالي
تتمثل في نوعين، سواء كانت دوريات علمية ذات وصول حر open access، وإلا مستودعات المعلومات المفتوحة. فلعل الأرشفة الذاتية للإنتاج الفكري طبيعة الحال غير الأرشفة المؤسسية. يعني الأرشفة الذاتية تكون بشكل فردي، على يعني ما ينتجه الفرد عضو هيئة التدريس أو باحث من إنتاج فكري يضعه على مثلا موقع المؤسسة، سواء كانت تعليمية تربوية أو أي مؤسسة مثلا لها علاقة بالبحث والتطوير والإنتاج الفكري. فبالتالي على عكس المؤسسة الأرشفة المؤسسية اللي هي غالبا تنتج عن إسهام المؤسسات البحثية والعلمية في نشر مجموعة الأعمال الفكرية لباحثيهم وفق يعني بروتوكول معين أو قانون معين. طبعا الهدف من الأرشفة النتاج الفكري بصفة عامة زي ما أشرنا سابقا إن هو الإتاحة الوصول القابلية للبحث، الاسترجاع للإنتاج الفكري للباحثين للتمكن من الاستفادة وتحقيق الفائدة. فبالتالي ليه يعني أبعاد كثيرة. الأماكن اللي الرئيسية اللي ممكن للأرشفة يعني الإنتاج الفكري يؤرشف عليها مستودعات مؤسسية، مستودعات موضوعية، أوقات أيضا صفحات شخصية. الأرشفة الذاتية في حد ذاتها عملية يقوم بمقتضاها الباحث بإيداع وثيقة رقمية في موقع مجاني، يعني قد يكون هذا الويب سايت للجامعة أو للقسم أو للكلية، أشبه بمستودع رقمي او اشبه بوضع سي في في الويب سايت بتاع المؤسسه. فالغرض من هذه العمليه جعل المحتوى او النص الكامل للابحاث مرئيه ويمكن الوصول اليها بشكل سهل. طبعا الموضوع هذا ليه اهميه كبيره، خصوصا مع الان الجامعات معظمها تتسابق في تحقيق معدلات عاليه في تحقيق لأنها تكون في مصاف الجامعات، وكما تفضل وأشار الأستاذ الدكتور البروف طلال. فبالتالي يعني هذا كله يعني قد يفيد الجامعة تحديدا في إن هي تحصل على معدل أو مرتبة عالية. فطبيعة الحال من فوائد الأرشفة الذاتية تقليل الحواجز المطبقة على النشر التقليدي، السرعة في النشر والتداول، كثرة الاستشهاد بأعمال المؤلفين والباحثين، الانفتاح على التخصصات المختلفة. أنتم عارفين يعني ما يخفاش على سيادتكم إن الآن التخصصات بينية كثيرة. فبالتالي أيضا كذلك من ضمن الفوائد قلة التكلفة، إتاحة الفرصة للباحثين للإسهام في التطور المعرفي، ومنافع كثيرة أخرى اقتصادية واجتماعية. في الحقيقة يعني العرض فيه جزئية نظرية والباقي عملي. فبالتالي نبدأ مختصر عن هذه المؤسسة اللي هي الأكاديمية الليبية للدراسات العليا. تأسست في 1988، كانت تحت مسمى المعهد الدراسات العليا للعلوم الاقتصادية. بعد ذلك في منتصف تسعينيات القرن الماضي سميت بأكاديمية الدراسات العليا، وسمح لها إنها بنص موجب قانوني إنها تدرس كافة التخصصات وتمنح الإجازة العالية الماجستير والإجازة الدقيقة الدكتوراه. مؤخرا توسعت طبعا الأكاديمية في تخصصاتها وأصبحت 8 مدارس، وهم على النحو التالي: مدرسة العلوم الإدارية والمالية والعلوم الإنسانية والعلوم الهندسية والتطبيقية ومدرسة اللغات. طبعا مصطلح مدرسة يعادل مصطلح الكلية: مدرسة الإعلام والفنون ومدرسة الدراسات الاستراتيجية ومدرسة العلوم الطبية. فبالتالي يعني المدارس هذه طبعا الأكاديمية لها رؤية أيضا وليها رسالة. فبالتالي رسالتها هي مؤسسة بحثية علمية، بالتالي تسعى للتميز، تسعى لتحفيز التعليم والإبداع. رسالتها الاستشارات الفنية، هي تعتبر بيت خبرة. فالمهم الواقع للدراسة كاتجاهات للأرشفة الذاتية كانت منصبة على بعض الخصائص أو الاتجاهات. طبعا أول حاجة كان حصر النتاج الفكري المؤرشف بشكل ذاتي،
وتاني حاجة كانت الاهتمام بالاتجاهات الكمية للأرشفة والاتجاهات النوعية، نوعية المصادر واللغة وأنماط الإتاحة وقنوات هذه الإتاحة. الجدول هذا اللي أمامنا أرجو أن يكون واضح لدى سيادتكم. واضح يا بروف، تفضلي تمام. حضرتك. فكان الجدول هذا الأول اللي هو حصر الإنتاج الفكري المؤرشف ذاتيا على الموقع. الحقيقة يعني ما هوش بالكم الكبير، هو 418 المادة علمية متنوعة. كانت الأعلى عدد في الإنتاج الفكري مدرسة العلوم التطبيقية والهندسية، وبعد ذلك تلتها في المرتبة الثانية مدرسة العلوم الإنسانية، ومن ثم العلوم الأساسية، وبعدها العلوم الإدارية والمالية. باقي المدارس يعني ما هيش أعداد كبيرة، فلهذا ما نصبش اهتمام الدراسة عليها بالدرجة الأولى، فاكتفت الدراسة بالاهتمام بتحليل اتجاهات الأربع مدارس الأولى. فعلى سبيل المثال في الاتجاهات الكمية، التخصصات العلمية بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية كانت الأعلى نسبة، كانت الهندسة الكهربائية والحاسوب، عدد النتاج الفكري المتاح 38. بعد ذلك كانت القسم الهندسة الكيميائية والنفط، وبعدها في المرتبة الثالثة الهندسة الميكانيكية والطاقة ب 26 مادة علمية متاحة، حنجي لتفاصيلها لاحقا. الشيء اللي اهتميت به بعد حصر الإنتاج الفكري عدد أعضاء هيئة التدريس المسجلين. طبعا احنا لدينا أعضاء هيئة التدريس قارين، ولدينا استاف متعاونين. طبعا المسجلين واللي متاح لهم انهم يضعوا السي في بما فيها من انتاجهم الفكري الخاص بالقارين، فبالتالي مثلا القسم الهندسه الطبيه الحيويه فيه 7 اعضاء هيئه التدريس، واحد فقط بس مشارك. فالهندسه المدنيه والمعماريه من 9 ثلاثه فقط مشاركين ببعض من ابحاثهم. الهندسة الكهربائية والحاسوب اللي هي كانت حصلت عليه المرتبة الأولى في التخصصات المدرسة هذه 3 من 17 عضو هيئة التدريس، فبالتالي يعني نسبة عدد المشاركين بالأرشفة الذاتية ما يتجاوزش 27.2% من العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس في هذه المدرسة. نجي لمدرسة العلوم الإنسانية. مدرسة العلوم الإنسانية اللي تحصل على المرتبة الأولى كانت من القسم القانون 28 مادة علمية متاحة، و يعني بنسبة 25.2%. أيضا في المرتبة الثانية دراسات المعلومات، في المرتبة الثالثة الفلسفة والدراسات الإسلامية، وفي نفس المرتبة أيضا الخدمة الاجتماعية. ما دون ذلك يعني مثلا علوم التعليم ما فيش ولا واحد حاط يعني مادة علمية متاحة كذاتيا. يعني نجي نشوف لأعداد أعضاء هيئة التدريس. أعضاء هيئة التدريس مثلا القانون اللي بتحصل على المرتبة الأولى في المدرسة عندهم 14 عضو هيئة تدريس، 2 فقط بس منهم مشاركين في الأرشفة الذاتية. دراسات المعلومات من 4 فيه واحد فقط مشارك في الأرشفة الذاتية بإتاحة إنتاجه الفكري، فبالتالي نسبة عدد المشاركين تعتبر أشبه بسلبية، يعني 17.6% تعبر عن اتجاه سلبي واضح للأرشفة الذاتية، قد تعزى لغياب وعي، قلة اهتمام، يعني أمور عدة. نجي لمدرسة العلوم الأساسية. مدرسة العلوم الأساسية اللي تحصل على المرتبة الأولى اللي هي قسم العلوم والهندسة البيئية، 34 مادة علمية متاحة في المرتبة الأولى، تلاها ذلك قسم علم الحاسوب 13، وعلوم الكيمياء 10 يعني مواد علمية متاحة في المرتبة الثالثة. نجي نشوف أعضاء هيئة التدريس المشاركين. مثلا نجد ان في العلوم والهندسه البيئيه اللي بتحصل على المرتبه الاولى فيه اتجاه ايجابي، يعني وهذا شيء يعني جيد.
من 5 أعضاء هيئة التدريس 4 واللي هم مشاركين ب 34 مادة علمية متاحة على الويب سايت لديهم، في طبعا هو الأكاديمية وبعدين الويب سايت بتاع المدارس ومن المدارس الأقسام. فنجي للمدرسة الرابعة اللي هي العلوم الإدارية والمالية. الحقيقة يعني فيه بعض الأقسام مش واضعين ولا مادة، ما فيش ولا مادة علمية متاحة فيما عدا الأقسام هذه اللي موضحة أمامكم. وكان الأول فيهم اللي هو التمويل والمصارف عنده 47 مادة علمية متاحة، بعد ذلك الإدارة ومن ثم المحاسبة. نجي نشوف التمويل والمصارف اللي متحصل عليه 47، يعني 77.1% من الإنتاج الفكري المتاح بالمدرسة. كم أعضاء هيئة التدريس؟ نلقاهم 7، والسبعة كأن فيه تنافس في تسجيل السي في متاعهم والأبديت للسي في اللي بينتعمل كل مرة وأخرى، فبالتالي كان فيه اتجاه إيجابي نحو الأرشفة الذاتية. فبالتالي بينما مثلا الإدارة 2 فقط من 15. نجي نشوف للاتجاهات الأخرى، يعني مثلا الاتجاهات النوعية للأرشفة الذاتية، نجد أن طبعا في الأرشف في الجانب هذا النوعي اللي هو حطيت في الاعتبار نوعية المصادر المتاحة، كتب، مقالات، دوريات، أعمال مؤتمرات، تقارير علمية، تقارير فنية، رسائل، أطروحات. فبالتالي كان الهندسة الكهربائية والحاسوب في مدرسة العلوم التطبيقية والهندسية كان الأكثر طبعا في الإنتاج الفكري، وحتى في التنوع، تنوع المادة العلمية المتاحة. أيضا نجي نشوف للأقسام للمدارس الأخرى، المدارس الأخرى مثلا مدرسة العلوم الإنسانية الكتب طبعا عدد قليل جدا، الكتب قد يكون فيها نوع من التحفظات، يعني حتى لو وجدت حتوجد بيانات بيبلوغرافية، وحنجي نشوف أيضا نوعية الإتاحة لاحقا. المقالات الدوريات تميز بها قسم دراسات المعلومات، الخدمة الاجتماعية، الفلسفة برضو، فبالتالي علم النفس إلى حد ما. أيضا نجي نشوف الاتجاهات النوعية لمدرسة العلوم الأساسية، نجد أن العلوم الهندسية والبيئية يعني محقق إتاحة كبيرة للمقالات الدوريات للسبعة الأعضاء من أعضاء هيئة التدريس اللي أشرنا لهم سابقا. نجي نشوف أيضا مدرسة العلوم الإدارية والمالية، التمويل والمصارف أيضا معظم المادة المتاحة العلمية في المجمل يعني معظمها دوريات، ترجع طبعا لوجود دوريات الأوبن أكسس، فبالتالي بسهولة الكل يضع بحوثه اللي متاحة أساسا ووصول حر، فبالتالي بكل ارتياحية يضعها في الموقع الويب سايت. نجي نشوف الاتجاهات اللغوية، وهذه طبعا الاتجاهات اللغوية اللي لاحظتها ان العلوم البحتة والتطبيقية، يعني مدرسة العلوم التطبيقية والهندسية ومدرسة العلوم الأساسية معظم الإنتاج الفكري باللغة الإنجليزية، قليلة جدا يعني منها باللغة العربية. هذه العلوم التطبيقية والهندسية، وهذه العلوم هذه الإنسانية، هذه العلوم الأساسية معظمها بطبيعة الحال لأن علوم بحتة وتطبيقية معظمها باللغة الإنجليزية. نجي نشوف للعلوم الإنسانية، من الملاحظ أن العلوم الإنسانية والعلوم الإدارية معظم الإنتاج الفكري المتاح باللغة العربية. هذا الشكل يوضح الخصائص اللغوية للإنتاج الفكري المتاح بمدرسة العلوم التطبيقية، وهذا مدرسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. فبالتالي ممكن في الجغرافيا فقط 3 دراسات باللغة الإنجليزية، ما دون ذلك كلها باللغة العربية، وهذه الأساسية اللي هي أيضا معظمها باللغة الإنجليزية ما عدا العلوم الهندسية والبيئية، ممكن يعني 6 أو 7 دراسات فقط. العلوم الإدارية والمالية
وإن كان هو يعني عددها بس قليل مقارنة بباقي المدارس، ولكن أيضا تميز بأنه هو معظمه للغة باللغة العربية متاح. نجي نشوف لباقي الخصائص اللي ركزت عليها الدراسة. طبعا هذه الخصائص، هذه الخاصية هذه اللي هي تحدد أنماط الإتاحة، نمط الإتاحة اللي هي متاحة بيانات بيبلوغرافية فقط، أو بيانات بيبلوغرافية ومستخلص وكلمات مفتاحية، أو روابط مباشرة أو روابط غير مباشرة. يعني أوقات اللينك اللي حاطه الباحث يكون مثلا للمجلة فقط، مش مثلا للدراسة على طول، فبالتالي هذا المقصود به المباشر وغير مباشر. وفي أوقات روابط تكون لينك معطل يعني لا يعمل، فبالتالي كان كله عبارة عن روابط مباشرة اللي هي معلمة باللون الأصفر، وممكن قسم واحد لديه 21 ممكن مادة علمية، يعني عبارة عن بيانات بيبلوغرافية وكلمات مفتاحية، قد يكون فيها نوع من الملكية الفكرية، أو مثلا ما هياش الأوبن أكسس، يعني ممكن إتاحتها من قبل عضو هيئة التدريس مثلا بارتياحية وغيره. فهذا الشكل يوضح أنماط إتاحة المحتوى الإنتاج الفكري بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية. نجي نشوف أنماط إتاحة محتوى الإنتاج الفكري بمدرسة العلوم الإنسانية. طبعا هنا يعتبر نوع من المزيج، فيه بعض روحانية. الأقسام. نعم أستاذ حضرتك متبقي دقيقتين فقط. يا رب يستر. أوكي هو الموضوع شيق أوكي جدا، يعني أنا أحيي حضرتك عليه بصراحة، يعني اتفضلي حضرتك. الله يبارك فيكي. فهذا طبعا الشكل يوضح الخليط اللي هو من أنماط الإتاحة، وهذا أيضا أنماط الإتاحة الخاصة بالعلوم الأساسية، وهذا أيضا أنماط الإتاحة الخاصة بالعلوم الإدارية. عندي 4 أشكال أخرى اللي هم يوضحوا قنوات النشر. قنوات النشر اللي هي الدوريات العلمية المحكمة والليبية والعربية والدولية، الأعمال، المؤتمرات، برضو فصول أو مثلا جزء من رسائل وتقارير علمية. فهذا يعني الخاصية أيضا الأخيرة اللي توضح الشغل. المدارس معظمها يعني البعض منها دوريات دولية، والبعض منها دوريات عربية، وبعضها الآخر دوريات تعتبر يعني دولية. النتائج، وهذه طبعا الأنماط القنوات النشر في مدرسة العلوم الإدارية، الحقيقة يعني هو الاتجاه بشكل عام اتجاه سلبي نحو الوعي بأهمية الأرشفة الذاتية زي ما شفنا. قد يكون فيه نوع من الإيجابية لدى بعض الأقسام، قد يكون لأنها ممكن قراب بعض الأقسام من قسم الاي تي، أو مركز قصدي الاي تي اللي معني بالإشراف على الويب سايت في حد ذاته، فبالتالي قد يكون الوعي من المنطلق هذا. هذه طبعا نتائج أنا أشرت لها بطريقة أو بأخرى لما وضحت الأشكال قبل قليل، كاتجاهات لغوية وكاتجاهات عن أنماط الإتاحة بالنسب، بالنسب وقنوات النشر ومستوياتها. الحقيقة يعني الدراسة توصلت لبعض التوصيات. أولا يجب وضع سياسة إلزامية للأرشفة الذاتية على مستوى المؤسسات البحثية والجامعات والأكاديمية، يتم بمقتضاها إلزام جميع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بأرشفة إنتاجهم العلمي المنشور، أيضا عقد الندوات وتنظيم ورش العمل للتعريف بأهمية الأرشفة الذاتية وكيفية القيام بها، وزيادة الوعي بأهمية تداول المعلومات وأهمية الوصول الحر، تشجيع الباحثين على من أعضاء هيئة التدريس في البدء والاستمرار في الأرشفة الذاتية لإنتاجهم العلمي الفكري من خلال حوافز، يعني نظام التحفيز هذا جزئية مهمة سواء كانت حوافز مادية ومعنوية، وكذلك أيضا يمكن أيضا مساعدة أخصائي المكتبة بمهمة الأرشفة الذاتية نيابة عن بعض من أعضاء التدريس اللي مش قادرين يقوموا بالعملية، ممكن أيضا يقوم بمساعدتهم، وكذلك تفعيل القوانين اللي خاصة بتيسير عملية الأرشفة الذاتية. وشكرا لكم جميعا على حسن الاستماع.
كل الشكر لحضرتك بروف حنان على هذه المحاضرة القيمة جدا، وموضوع ثري ويستحق دراسات قادمة إن شاء الله. وننتقل الآن، طبعا هيكون في استفسارات كتير سنأجلها بعد نهاية آخر جلسة، نهاية آخر محاضرة بإذن الله تعالى. ننتقل الآن إلى قياس المعلومات الإلكترونية وأهميتها بالنسبة للمكتبات مع الأستاذة الدكتورة عزة أبو بكر كريم المنصوري، أستاذ مشارك بقسم المكتبات والمعلومات جامعة بني غازي بليبيا، حاصلة على ماجستير في علوم المكتبات والمعلومات من نفس الجامعة عام 2001، دكتوراه من جامعة هيدرسفيلد من المملكة المتحدة بريطانيا عام 2014، عضو هيئة تدريس بنفس القسم منذ عام 2001، شغلت رئيس قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بني غازي، تشغل حاليا منصب وكيل الشؤون العلمية لكلية الآداب جامعة بني غازي منذ عام 2020، تولت رئاسة التحرير لمجلة كلية الآداب جامعة بني غازي منذ عام 2016 حتى 2022، محكم في عدد من المجلات العربية والأجنبية، لها العديد من الأبحاث باللغة العربية والإنجليزية، قدمت العديد من الدورات التدريبية. فلتتفضل بروف عزة بإلقاء المحاضرة الخاصة بسيادتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك يا تحية طيبة بروف يا بروف ريهاب ريهام. على هذا التقديم، على هذا التقديم وعلى الدعوة الكريمة، وتحية كذلك لكل القائمين على هذا المحفل، وكذلك تحية طيبة لكل الحضور الكريم. اليوم سأتحدث أو سيكون حديثي عن موضوع يتعلق بالمعلومات الإلكترونية وأهميته بالنسبة للمكتبات. صوتي واضح؟ واضح جدا، تفضلي حضرتك. أوكي. والحديث سيكون على قياس المعلومات الإلكترونية وأهميته. طبعا يعد موضوع قياس المعلومات بشكل عام من الموضوعات المهمة اللي بدأت تشغل اهتمام المتخصصين في كل القطاعات. لا أريد أن أقتصر أو أحدد أو أحصر الاهتمام علينا نحن كمشتغلين في مجال المكتبات والمعلومات، ولكن أرى أن موضوع القياس أصبح من الموضوعات اللي تهم الجميع، خاصة فيما يرتبط بالمعلومات وحركتها وسلوكها. والمتتبع لهذا المجال سواء كان على الصعيد الدولي أو على الصعيد العربي يلاحظ بداية نمو في الإنتاج الفكري وفي المحاضرات وغيرها المتعلقة بعملية القياس. وخير مثال على ذلك جلستنا الحوارية أو مؤتمرنا الحالي الذي أتقدم فيه بجزيل الشكر لجميع القائمين عليه وعلى حسن الاختيار والتركيز على موضوعات أعتبرها من الموضوعات الجيدة التي من شأنها أن تعزز وتثري المجال المعرفي خاصة في وطننا العربي. قبل أن أتطرق أو أتحدث عن هل يتغير الشرائح أو أنا ثبتات عندي؟ أوكي. سأتحدث في محاور عديدة تتعلق بمحاضرة اليوم. سأتحدث عن مفهوم القياس بصفة عامة وقياس المعلومات، كذلك سأتطرق للسياق التاريخي لتطور الدراسات في مجال قياس المعلومات، معتبر ذلك كمدخل نظري للموضوع قبل أن أتحدث عن أهمية القياس بالنسبة للمشتغلين في قطاع المكتبات والمعلومات. بداية أريد أن أقدم تعريف جد بسيط للقياس من حيث تعريفه في اللغة. ففي اللغة في أبسط أنواع تعريفه هو التقدير، أي معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر أو تحديد قيمته العددية. وقد شرحت أو قدمت البروف إنعام شرح واضح ووافي لتعريف مصطلح القياس في اللغة. بينما في اصطلاحا فنحن نعرف القياس بأن العملية التي يتم من خلالها تحديد سمة أو خاصية معينة على ضوءها نتم أو نقوم بعملية القياس. قد تكون هذه السمة أو الميزة أو البعد اللي نشتغل عليه كالزمن، التكلفة، الجودة، الإنتاجية أو الإفادة. كل هذه الأمور ممكن تشتغل عليها سواء كانت مجتمعة أو بشكل منفصل.
هذا القياس في مفهوم العام. إذا تطرقنا إلى مفهوم القياس، قياس المعلومات، قياس المعلومات طبعا وفقا للتعريف، طبعا هناك تعريفات عديدة جدا، ارتأيت التعريف الخاص بالجان اللي هو دراسة الجوانب الكمية للمعلومات في أي شكل لها، مش بس نحصرها في شكل الببلوغرافيات أو التسجيلات الببلوغرافية، وهذا متعارف عند من يشتغل في مجال المكتبات، ولكنها تشمل كل شيء يتعلق بالمعلومات، وأيضا لا يجب أن نحصرها فقط في المشتغلين بالبحث العلمي، ولكن نتحدث عنها في العموم، وحنتطرق للشيء هذا ياهي، لأن القياس الآن أصبح بعد الشبكة الدولية للمعلومات أصبح القياس أيضا حتى على المواقع الاجتماعية والمنتديات وغيرها التي تعتبر مصدر غني جدا بالمعلومات ومهم جدا كنوع من أنواع المعلومات الإلكترونية. فطبعا تشمل القياس عندنا قياس ببلوغرافيا، قياس نشاط علمي، نحلل استشهادات مرجعية، نقيم بحوث، وعندنا الجانب اللي نركز عليه بشكل أساسي وهو قياس الشبكة العنكبوتية. طبعا القياس هنا هو أنك تتبع الطرق الرياضية والإحصائية في البحث المتعمق عن المعلومات في مجال المعلومات والمكتبات. الحديث الآن، هل يتفق المشتغلون في مجال المكتبات والمعلومات حول جدوى أو قيمة القياس، قياس المعلومات أو لا؟ في حقيقة الأمر من خلال بحث في أدبيات الموضوع ظهر لدينا ثلاث آراء أو ثلاث اتجاهات. عندي اتجاهين متطرفات، اتجاه يرفض القياس رفضا نهائي في مجال العلوم الإنسانية ومن بينها مجال المكتبات والمعلومات، وعندهم أسبابهم المتعددة. أحد هذه الأسباب يقولوا بأن مفهوم المعلومات مفهوم متعدد الجوانب والأبعاد، والأشياء والشيء اللي ما هوش ثابت غير قابل للقياس، فهذه هي وجهة نظرهم اللي هم يستندوا عليها، وبالتالي هم يرفضون القياس جملة وتفصيلا. الطرف الآخر أو الرأي الآخر يقول أو يقبل القياس، يقول القياس ممكن في كل الأحوال وفي جميع الاتجاهات، ويدعم هذه الفكرة وهم داعمون بقوة، في حين عندنا المتخصصين اللي هم في المنطقة الوسطى اللي يعتقدوا بأهمية القياس ولكن ليس بشكل مطلق، وأنا مع هذا الفريق صراحة، هو في إمكانية قياس ولكن ليست بالمطلق، وليست إن إحنا نكون رافضين لها. من بين هؤلاء عندنا رنجاناثان اللي اقترح تطوير مفهوم اللايف متري، حيث أكد على أن هناك العديد من الأعمال بالمكتبة يجب أن تندرج ضمن الجانب الكمي، فهو ماهوش حديث المفهومة لكن أشير له في السابق وقال في جوانب معينة يمكن أن نشتغل عليها من ناحية كمية. هنا السؤال اللي يتوجب علينا طرحه، ما المجالات التي يستوجب فيها القياس؟ إذا كان نبي نحسم الجدل القائم بين الرافضون والداعمون، فأنا أحتاج هنا كمتخصصين في مجال المعلومات أن نشتغل على هذه النقطة بحيث نحدد بدقة وبشكل دقيق المجالات التي يستوجب فيها القياس. كذلك يجب أن نحدد ما المجالات التي لا يستوجب فيها القياس أو لا يمكن فيها القياس. كذلك نحتاج أن نطرح الأدوات والمقاييس الموجودة حاليا، لأن الآن أصبح عندي بيئتين، بيئة رقمية وبيئة ورقية، فلا يصلح أن أتبع أو أستخدم مقاييسي اللي كنت أستخدمها في البيئة الورقية وندير لها إسقاط في البيئة الرقمية. وطبعا مش حنرفضها بالمجمل، ولكن احنا حيصير فيها تعديل بما يتماشى مع سمات ومميزات البيئة الجديدة وهي البيئة الرقمية والافتراضية. كذلك نحتاج أن نحدد أهم العوائق التي تجعل من عملية قياس المعلومات غير ممكنة. كل هذه الأمور تحتاج منا أن نقوم بإجراء العديد من البحوث، ما تكونش بحوث فردية أو مصغرة، تحتاج أن تكون واسعة وتحتاج إلى كم كبير جدا من المعلومات حتى نستطيع أن نستسقي منها، ما بيش نقول نظريات ولكن أسس يمكن أن تكون نواة لانطلاق أو لبناء نظرية. طبعا القياس عنده مناهج متعددة، فعند الناس اللي هم ينظروا للقياس من منظور نظرية المعلومات، فمنهجهم في القياس يقول بأن المعلومات هي درجة حرية الاختيار بين مجموعة من الرسائل المنقولة، ويعتبروا أو يركزوا أهم شيء عندهم هنا هي هم
وحدة قياس المعلومات، الكم، كمية المعلومات. وطبعا هذول المسؤولين على هذا النهج هم المتخصصين أو المتخصصون في مجال الاتصالات، باعتبار أن همهم الأساسي ينصب وين؟ ينصب على فكرة أنهم هم السعة التخزينية لنقل المعلومات من وسط إلى آخر. في حقيقة الأمر أن هذا المنهج مهوش منهج خاطئ إذا كان نظرنا له من ناحية تقنية فنية، لكن لا يمكن أن يقدم صورة متكاملة، وبالتالي نحن نحتاج إلى منهج آخر وهو منهج الدلالي، اللي هو يعبر عن الرسالة والمستلم أو المتلقي والمستلم. ويعتبر هذا النهج في تركيزه يركز على الأهمية والأثر اللي تترك المعلومات. النهج هذا أو المنهج هذا يعتبر من المناهج المعقدة، اللي هي ما هيش بسيطة بقدر بساطة المنهج السابق، باعتبار أنه هو يركز في البداية على الخصائص اللغوية ويعتبرها مؤثر حقيقي في عملية القياس فيما يتعلق بالمعلومات. ومن أهم من تناول هذه الجزئية هو جوردون، حيث حدد المقاييس الكمية المرتبطة بالدلالة أو بالترتيب اللغوي للجمل في النص، وقسم إلى مجموعة من الجوانب بحيث ممكن نقيس بعدد الكلمات في كل جملة، عدد العوامل في كل جملة، نسبة عدد الكلمات إلى عدد العوامل. كذلك اشتغل على التمييز بين الأسماء والأفعال والظروف والصفات. كل هذه الأمور اللي هو الجانب الدلالي كان له أثر كبير جدا في التحسين والرفع من كفاءة نظم استرجاع المعلومات، وهذا كله كان من خلال القياس. فبالقياس هنا في هذه الزاوية مهم جدا، بحيث أنه هو ساعد على التحسين من جودة استرجاع المعلومات. المنهج الثالث وهو المنهج الاحتمالي أو النهج الاحتمالي، ويقوم على فكرة احتمال إن هو الحدث قد يقع وقد لا يقع، وبالتالي هو عنده نسبة التساوي يعني 50-50 بين الاحتمالية. هذا في شكل سريع كتقديم أو كمدخل نظري، بحيث ندخل ونبرر أهمية أن نطبق القياس في مجال المكتبات. قياس أو صلب موضوعنا اليوم هو القياس في البيئة الرقمية. البيئة الرقمية اللي نتحدث عنها اليوم يعني تحتاج إلى أدواتها، إلى آلياتها. الويب كيان معقد ومتطور في آن واحد، طابع غير منتظم، يعني ما نقدرش نعطيه طابع الانتظام، دائما هناك الجديد، دائما في تغيرات. التغير ليس في الكم، ولكن حتى في الاستراتيجيات، في فلسفته، كل يوم هناك جديد. فأنت تحتاج لكي تستطيع أن تسيطر على هذا الكائن، أنا أطلق عليه هذا الكائن، أنت تحتاج أن تكون ملم ومدرك وفاهم لكل الجوانب المتعلقة به. أحد هذه الجوانب الفهم اللي أنت يحققها لك القياس. فهنا القياس إذا كان نقدر نهمله في البيئة الورقية لا نستطيع إهماله أو غض النظر عنه في البيئة الرقمية. القياس في البيئة الرقمية يمكن أن يطلق عليه أيضا قياس الشبكة العنكبوتية، وجاءت فكرة هذا القياس عشان نفهم طريقة عمل الشبكة، نفهم هيكلها، روابطها، محركات بحثها، طريقة الاتصال اللي تتم فيها. فلكل جزئية من هذه الجزئيات مقاييسها الخاصة بها، واللي هي ما يسعفناش الوقت إن احنا نتطرق إليها. القياس في البيئة الرقمية أنك تدرس الجوانب الكمية المتعلقة بمصادر المعلومات المتاحة على الشبكة، وهذا أنا أتحدث على مصادر المعلومات باعتبار صلب تخصصي المكتبات. مصادر المعلومات هي ليست مصادر معلوماتنا في البيئة الورقية اليوم، حتى المحادثات أو جلسة زي جلستنا هذه هي مصدر من مصادر المعلومات، يتوجب تجميعها وحفظها وتنظيمها، ومن ثم بعدين يجرى عليها عملية قياسات معينة. كذلك قياس في البيئة الرقمية يعني دراسة المحتوى المتاح على الشبكة في أشكاله المختلفة باستخدام المنهج الكمي، ونذكر منها حلقات النقاش، القوائم البريدية، المدونات، المنتديات، الاستشهادات المرجعية، كل هذه محل دراسة. مجالات القياس، أولاً أنا أبحث عن جودة المحتوى،
في اللي ذكرتها سابقا. كذلك خصائص المؤلفين، والتي تطرقت لها الدكتورة حنان منذ قليل في الأرشفة الذاتية. كذلك خصائص مصادر المعلومات الموجودة والمتاحة، تحليل الاستشهادات المرجعية، وهذه مهمة جدا، وكل البحاث الآن دائما يهتم بالسيتيشن الخاص بها والمؤسسات والجامعات وغيرها. معدلات نمو الإنتاج الفكري مهم جدا ويحقق لك القياس، التعطيل في الإنتاجية. كذلك من بين الأشياء المهمة كذلك قياس مدى أمن وأمان المعلومات المتاحة على شبكتك أو على موقعك أو على أي وسط من الوسائط اللي أنت تطل به على البيئة الرقمية. التفاعل المستمر مهم جدا، كلنا حتى على صفحة الفيس نهتم جدا لما ننزل منشور عدد الإعجابات والكومنت عليه، والأشياء هذه كلها مهمة جدا، سواء كان على صعيد فردي أو حتى على صعيد المؤسسات. الأثر والتأثير مهمة جدا في عملية القياس، وصعبات في نفس الوقت من الأشياء المعقدة جدا في القياس. تحديد قيمة المعلومات مهم جدا، حتى من بين المجالات أيضا مجال مهم جدا اللي هو دراسة سلوك المستفيد من المعلومات، كيف المستفيد يتفاعل مع المعلومات، وهذا مهم جدا في جانب آخر في أنك أنت حتوفر احتياج المستفيد وفقا لفهم سلوكه. معدلات الإنتاجية المعرفية، تهتم كل دولة أو كل مؤسسة، يعني دراسة الدكتورة حنان وضحت الفجوات وين والجوانب القصور وين، وين الإنتاجية العالية وين الإنتاجية المنخفضة، كلها يتأتى من خلال فكرة القياس. أمثلة لبعض المقاييس المستخدمة، طبعا العديد 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 من المقاييس، بدأت بالبيبلومتريكس باعتبار أنه هو من أول المصطلحات اللي استخدمت في مجال القياس في البيئة الرقمية. عندنا أيضا انفورم متريكس، عندنا سايبر متريكس، عندنا ساينتيفيك متريكس، وعندنا الويب متريكس. كل هذه من المقاييس المستخدمة، هناك غيرها الكثير، ولكن خذيت الأكثر شيوعا والأكثر تداولا واستخداما. وفقا لمعهد المعلومات العلمية يقول بأن القياس نوعان، عندنا يا أما يكون بيبلومتريك مبني على العلاقات بين المحتوى أو بين المعلومات اللي ندرسها، أو يكون تقييمي. وأنا أضيف للمعهد نوع آخر وهو البيبلومتريك التحليلية، اللي هي مهمة جدا وهي الآن بدأت تشتغل في وسط القياس في البيئة الرقمية. بالنسبة للبيبلومتريك العلاقية، هي تسعى لقياس معامل التأثير في العمل الأكاديمي، وتستخدم عادة في المقارنة للمساهمات العلمية بين اثنين أو أكثر من الباحثين، ومش شرط تكون المقارنة أو العلاقة بين باحثين، قد تكون بين مؤسسات، بين دول وغيرها. القياس هنا مبني على العلاقات ويعتمد على التمثيل البياني. عندنا جوردن ألين في 1960 هو أول من أبرز هذه الفكرة. النوع الآخر من القياس عندنا التقييمي، وهو في الغالب يستخدم الاستشهادات المرجعية كبيانات خام له. وضع الأساس النظري له روبرت، ويفترض أن الاستشهادات هي الطريقة اللي يعترف بها البحاث بتأثير أعمال سابقة على أفكارهم. وأعتقد إلى الآن ما زلنا نهتم بفكرة الاستشهادات المرجعية، سواء كان في البيئة الورقية أو في البيئة الإلكترونية. طبعا عندنا طرق مختلفة وعندنا مقاييس عديدة لحساب الاستشهادات واستخدامها كمؤشر في عملية التميز والتمايز بين سواء كانوا البحاث أو المؤسسات التعليمية. من بينها عندنا معامل التأثير للدوريات اللي استخدم أول مرة في 96، كذلك الدوريات معامل تأثيرها أعلى، تميل إلى نشر بحوث لها معامل تأثير أعلى. طبعا وهذه مسألة جدلية أخرى دخلنا في نقاش آخر، لأن البعض يعتقد بأن المجلة اللي معاملها عالي إن ما تنشره هو جودته عالية. طبعا هذه مسألة نسبية ومش هندخل في نقاش أو في جدال فيها. عندنا النوع الآخر اللي مدرية التحليلي أو الدايناميك، اللي هو يهتم بتحليل التغير في المعلومات على شبكة الإنترنت. بيئة الإنترنت بيئة متغيرة، اليوم موقع موجود أو قاعدة بيانات موجودة يمكن في لحظة تختفي هذه القاعدة أو الصفحة أو غيرها. فهنا بنشتغل على التغيرات اللي تحدث باستمرار. ما صنف أو جمع في 2023، لما جيت تشتغل عليه في 2024 تجد أن بياناتك مختلفة نهائيا، سواء كانت بالزيادة أو بالنقصان. قد يكون القياس كذلك
وصفي أو يكون معتمد على قوانين. سؤالي اللي نحب نطرحه، بياناتي من أين نتحصل عليها الخاصة بالقياس؟ طبعا عندي وسائل متعددة وطرق متعددة. أول أداة ظروف نستطيع عزة، نحن، احنا نعم قدامنا دقيقة واحدة فقط. إن شاء الله خلاص هو وصلت للنهاية إن الموضوع شاء الله شيق جدا، وما شاء الله العرض الخاص بحضرتك متميز جدا، يعني إن شاء الله حنحاول بارك حنكون الله أسرع. بحضرتك. مع حضرتك اتفضل. أوكي، عندنا أول شيء ملفات الولوج اللي نعتبرها أداة من أدوات اللي نستمد منها بيانات ونستخدم معها منهج التحليل العميق لملفات الولوج، وهو أسلوب مستخدم لتحليل محتويات ملفات الولوج. تمر عملية التحليل في هذا المنهج بثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى المعتمدة على وضع افتراضات منهجية حول البيانات الممكنة، المرحلة الثانية إعادة هيكلة البيانات عشان نحصل من خلالها على قياسات تتوافق مع أهداف المكتبة، والمرحلة الثالثة إضافة بيانات ديموغرافية للمستفيد زي الوظيفة، التخصص الدقيق وغيرها من البيانات اللي أنا تهمني أني أنا نجمعها. عندنا نمط آخر أو أداة أخرى للحصول اللي هو ملف نمط الإفادة، وهذا في المكتبات الرقمية نستطيع من خلاله أن نحدد سمات واهتمامات المستفيدين، وعلى ضوءها نستطيع أن أنا نبني خدماتي، نقتني مقتنياتي بالمكتبة. سؤالي اللي أنا أعتبره أهم وهو المحور الأساسي، ماذا يعني القياس بالنسبة للمشتغلين في المكتبات؟ أول شيء قياس المعلومات أمر ضروري جدا للمشتغلين في مجال المكتبات لثلاث أسباب كما ترونها الآن. أول حاجة تنامي النشر الإلكتروني، زيادة الإقبال للمكتبات على اقتناء مصادر إلكترونية، وزيادة استخدام النظم الآلية. الأسباب الثلاثة هذين كفيلة أن تجعل كل المشتغلين في مجال المكتبات يهتموا بعملية قياس المعلومات. السؤال الآخر يطرح نفسه، هل يدرك القائمون على العمل بالمؤسسات المعلوماتية أهمية القياس بشكل عام والمعلومات في الإلكترونية بشكل خاص؟ أنا الآن أقدمه بشكل سريع. القياس مهم في تحسين من نشر المعلومات والمعرفة، يحدد السمات العامة للإنتاج المعرفي في كل دولة. القياس مهم في التعرف على النمو العلمي كعملية معلوماتية، يحدد أنواع القراءة والتعرف على الاتجاهات القرائية، يفيد في فهم السلوك المعلوماتي للمستفيدين، كذلك يستكشف قواعد البيانات ويحللها من خلال تتبع الاتجاهات والتطورات في المجتمع. تساؤل آخر، لأني أنا حبيت أستغل هذه الفرصة أني أطرق أبواب، أتمنى أن تكون مشاريع بحثية مستقبلية، من بينها هل يمتلك القائمون على العمل بالمؤسسات المعلوماتية المهارات اللازمة لقياس المعلومات؟ وهل تهتم المؤسسات الأكاديمية بإكساب طلابها المهارات اللازمة للقياس؟ كذلك ما الذي يجب علينا القيام به لأجل زيادة الاهتمام بالمحتوى العربي والعمل على فهمه؟ طبعاً في العادة يتم الشغل في البيئة الرقمية، أما أني أنا أقيس محركات البحث أو أقيس الروابط أو أقيس مصادر، طبعا هذه طريقة القياس أو الطريقة اللي نشتغل بها في قياس الروابط مصادر المعلومات الإلكترونية. فعندي ثلاث أنواع من المعلومات الإلكترونية اللي أهتم بقياسها، ما الذي يتوجب علينا القيام به؟ أنا أقترح ثلاث، وأتمنى أن أستمع من الحضور الكريم مقترحات عديدة. أول شيء نحتاج إلى إجراء مراجعات علمية وبناء خريطة معرفية لموضوع القياس وتحديد أهم الفجوات في هذا المجال، كذلك العمل على مراجعة المقاييس المعمول بها حاليا، تحديد نقاط القوة والضعف، ومعرفة فيما إذا كانت تتلائم مع المحتوى العربي، حصر وتقييم المحتوى العربي المتاح على الشبكة الدولية، وأخيرا أوصي بإقامة مجموعات بحثية تعمل على تعزيز وقياس المحتوى العربي وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف اللي موجودة فيه. وشكرا على حسن الاستماع، وآسفة إذا كان يعني أطالت. كل الشكر لحضرتك بروف عزة على هذا العرض القيم، وأنا أضيف صوتي لصوت حضرتك، فنحن بحاجة لتكوين مجموعات بحثية في التخصص وخاصة قياسات المعلومات. استمتعنا بمحاضرة حضرتك جدا، وإن شاء الله هيكون في استفسارات بعد المحاضرة الأخيرة إن شاء الله. شكرا دكتورة. ننتقل الآن إلى دور العلم المفتوح في التنمية المستدامة، الفرص والتحديات والاتجاهات المستقبلية، مع مسك ختام المحاضرات الأستاذ الدكتور أيمن عبد الرحمن إسماعيل.
حصل على درجة الدكتوراه في الآداب تخصص الأرشاف الإلكترونية من كلية الآداب جامعة القاهرة، تقلد العديد من الوظائف منها عضو هيئة التدريس بجامعة 6 أكتوبر تخصص مكتبات ووثائق ومعلومات، عضو هيئة التدريس زائر بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس، أستاذ مساعد قسم إدارة الوثائق والمحفوظات كلية إدارة الأعمال جامعة الشرقية، نشر عدد من الأبحاث ما يزيد عن 20 بحث منها منشورة بمجلات علمية محكمة مثل سكوبس وأرسيف، مجلات دولية لها معامل تأثير متقدم، المشاركة في العديد كبير من المؤتمرات الدولية والندوات المتخصصة واللقاءات عبر الإنترنت، متحدث رئيس في عدد من المؤتمرات الدولية، عضو بعدد من الاتحادات والجمعيات والمجالس العلمية من أهمها المجلس الدولي للأرشيف، الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، معامل التأثير العربي، الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، فلتتفضل بروف أمل بالمشاركة بمحاضرة حضرتك. المايك بروف، ممكن حضرتك تضغط على المايك؟ لسه برضه مش عارف. اشتغل كده، اعتقد موجود الصوت. تمام يا بروف، اتفضل حضرتك. وكان في مشكله على فكره من طيب. الحمد لله اتحلت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، الساده الافاضل القائمين على منصه اريد، البروف رحاب يوسف، اللي بنتشرف كل سنه بحقيقه باللقاء بيها، فأنا أعتقد يعني أنا ربنا بعتبر دي رحلة علمية ترفيهية جميلة، نلتقي بكل الزملاء في الله يبارك دول متعددة، فحقيقة يعني هو فعلا محفل، يعني محفل عرس علمي جميل يعني. الله يبارك فيك يا فكل رب. الشكر والتقدير لك بروف الدكتورة مريم وكل قائمين على يعني منصة أريد وهذا المؤتمر الجميل، كذلك كل الزملاء اللي قدموا أوراق علمية ومحاضرات يعني فوق الرائع حقيقة. يعني كل الموضوعات مهمة جدا وتحتاج إلى فعلا يعني أمور كثيرة بالنسبة لي فيما بعد إن شاء الله. اختصارا للوقت، وإن طبعا يمكن أنا بكلمكم من سلطنة عمان، أنا عندي خلاص الساعة داخل على 12 يعني. اختصار الوقت، أنا مش هحاول أطول كثير عشان طبعا أنا عارف إن كلها تعبت وأنا تعبت. بداية، أنا الموضوع اللي هتكلم فيه اليوم هو موضوع حقيقي خطير شوية، وعايز أقول لكم بس مفارقة وهو سبب اختيار الموضوع دوت، يعني هو العلم المفتوح. في الحقيقة في وجدت مع إن يعني موضوع علم المفتوح هو موضوع معروف ومنتشر طبعا في المجتمعات الأكاديمية والبحثية والجامعات اللي بره وهنا برضه، لكن اكتشفت ان في كثير من الزملاء الاكاديميين او في بعض المجتمعات اللي يعني بتعامل معاهم ما عندهم فكره عن يعني ايه العلم المفتوح. فقلت حقيقه يعني فرصه ان انا اتكلم عن هذا الموضوع، وطبعا هو له علاقه كبيره بالتنميه المستدامه لتعزيز الوصول الى المعرفه. طيب، خلينا نتكلم عن اوضح بس بشكل بسيط يعني ايه هو العلم المفتوح. طبعا هو العلم المفتوح المقصود بيه هو عباره عن يعني مفهوم، ثاني هو حركه بشكل عام يعني، او موضوع او مفهوم يجعل جميع الابحاث العلميه التي يتم نشرها على كافه يعني الاونلاين بشكل عام تكون متاحه للجميع.
دوت طبعا بيعمل على يعني يعتمد على مبادئ الشفافية والمشاركة وإتاحة الوصول الحر وكل ما يتعلق بالبحوث العلمية بشكل عام، وكل ما يتم نشره بشكل علمي يكون متاح للجميع. طبعا دي يمكن دي مشكلة على فكرة، في أول محاضرة اتكلم عنها البروف يعني طلال، وهي عن موضوع تصنيفات الجامعات، ويمكن دي من ضمن الحاجات هتكلم عنها في شوية في الآخر إذا في فرصة إن شاء الله، عن هذا الموضوع وإيه دوره في تصنيف الجامعات العربية اللي إحنا طبعا متأخرة، لكن هم الجامعات الأجنبية هم على فكرة يعني هم عندهم فك اللغز، يعني إحنا بس المشكلة عندنا في حاجات معينة بنتابعها، هم لازم عندهم المفاتيح أو الكيز المعينة عشان يوصلوا لرنكات يعني. بخصوص الموضوع بتاعنا العلم المفتوح، هو طبعا بدايته كانت سنة من 2003، يعني بداية قديمة جدا، يعني طبعا احنا بنتكلم في 21 سنة من في برلين أعلنوا عن إعلان معين كده للنفاذ الحر أو الوصول إلى المعرفة في العلوم والإنسانيات بشكل عام، وهذا الإعلان كان بمثابة هو بداية ظهور ما يسمى بالأوبن ساينس أو العلم المفتوح. وكان هدف من هذا الإعلان صدر في 2003 هو تحفيز الوصول الحر ودعم التعاون والشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز طبعا الشفافية في العمليات البحثية بشكل عام من خلال إتاحتها والنتائج البحثية تصل إلى جميع الباحثين والأكاديميين بشكل يعني دولي أو بشكل يعني عالمي. الإعلان دوت كان له تأثيرين على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي. على المستوى العالمي طبعا هو نشر الوعي بأهمية هذا المفهوم، مفهوم العلم المفتوح، وهم طبعا استغلوا هذا الموضوع وتقدموا فيه بشكل كبير أكثر من يعني الدول العربية بشكل عام. لكن برضو على المستوى العربي أو الدول العربية بدأ كثير من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في عملية تبني هذا المفهوم والعمل على يعني استخدام هذا المصطلح بشكل جيد، وعملية وصول المعلومات البحثية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية سواء داخليا أو يعني خارجيا. العلم المفتوح لما نيجي نشوف هو طبعا يعني دوره هو بيعزز التعاون العلمي ومشاطرة المعلومات بين المؤسسات وبين الباحثين والأكاديميين، وإتاحة الاطلاع والوصول الحر للمعارف بشكل عام. كل الحاجات دي كلها العلم المفتوح بيقدر يعني يأديها بشكل جيد. العلم المفتوح خلينا نخوض فيه شوية، هو له قيم وله مبادئ. القيم الخاصة بيه طبعا دي الجودة والنزاهة والمنفعة الجمعية للجميع والإنصاف والعدالة والتنوع والشمول في كافة البحوث والأوراق العلمية. أما المبادئ الخاصة بيه طبعا اللي هي الشفافية والتكافؤ الفرص والمسؤولية والتعاون والمشاركة والمرونة، وأهم شيء طبعا يمكن عندنا آخر عنصر هو الاستدامة، لأن التنمية المستدامة طبعا هي واخدة جزء كبير من يعني المجتمعات العلمية بشكل عام. مجالات عمل العلم المفتوح طبعا يعني طبعا هو ثقافة، تعزيز الثقافة وتعزيز الأخذ بمناهج مبتكرة والتعاون والاستثمار في الموارد البشرية أو في البنى الأساسية، وإتاحة الظروف وتأييدها لمجالات عمل العلم المفتوح. طبعا لما نيجي بقى يعني نوضح أهميته في البحث العلمي، طبعا هو بيساعد كثير على طبعا سرعة الابتكار والإبداع. أعتقد يعني معظم كله البحوث الحالية أو الجارية يعني كله بيشجع تكون فيها يعني ابتكار ويكون فيها إبداع ويكون فيها طبعا يعني أمور متجددة، طبقا طبعا احنا في الألفية الثالثة، فيعني غير قبل.
كذلك العلم المفتوح في البحث العلمي هيساعد على إتاحة الوصول إلى المعرفة بشكل عام، ويمكن المجتمعات تتعاون مع بعضها سواء كانت مجتمعات محلية أو مجتمعات يعني دولية أو مجتمعات أوسع ذلك. فطبعا ده مهم جدا في المجتمعات. يمكن أنا حبيت ألقي يعني حاجة بسيطة أو ألقي ضوء بسيط على واقع العلم المفتوح في سلطنة عمان، يعني كالمكان اللي أنا بعيش فيه، وهو إن فعلا هنا في يعني سلطنة عمان مع إنها دولة يعني صغيرة شوية من ناحية عدد السكان، لكن هي مترامية الأطراف، ولكن فيها اهتمام قوي جدا بهذا الموضوع. يعني مثلا على سبيل المثال إحدى جامعات الكبرى طبعا هنا، الجامعة الحكومية جامعة سلطان قابوس، اللي بدأوا يعملوا يعني ما يسمى فيها بطبعا يعني مشاريع إلكترونية ومستودعات رقمية، وفي مستودع رقمي اللي هو اسمه شعاع، يمكن حضراتكم سمعتوا عليه، مشروع كبير وجبار وضخم يعني في هذا الموضوع. فعايز أقول، وطبعا الرقمنة والحكومة الإلكترونية والمنصات، يعني في شغل، مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة عشان بس الوقت طبعا. لكن بالرغم من المميزات الكبيرة اللي احنا سمعناها عن العلم المفتوح، لكن طبعا في تحديات كبيرة، ودي طبعا يمكن في المجتمعات العربية أكثر منها في المجتمعات الغربية. طبعا التمويل، ما فيش سياسات مقننة أو يعني تشريعات بتساعد على موضوع يعني تطبيقات العلم المفتوح. والنقطة اللي اتكلمت فيها في الأول هي قلة الوعي، يعني قلة الوعي بين الأكاديميين كمان في هذا الموضوع، اللي احنا فعلا محتاجين يكون عندنا وعي بهذا الأهمية. وزي ما الحضرات السابقة كثير من الزملاء وضحوا موضوع مثلا زي الأرشيف الذاتية، اللي في ناس من المتخصصين نفسهم ما عندهم يعني اهتمام بهذا الأمر. فده كله يمكن أنا بأدق النقوص على يعني الاهتمام بهذا الموضوع ونشر الوعي بهذا الموضوع، هو العلم المفتوح. هذكر بس بعض الممارسات العلمية للعلم المفتوح في مجموعة أو جروب من سنة 21، عملوا دي عبارة عن مجموعة عمل، عملوا زي مشروع كده يتعلق بالأوبن ساينس، وهو مشروع مدته 4 سنوات ما زال شغال حتى الآن، وكانت الميزانية بتاعته 25 مليون يورو، طبعا ده من خلال المفوضية الأوروبية. وليهم طبعا دعوة الموقع بتاعهم اللي هو الأوسكار طبعا اللي هو الأوبن ساينس وهكذا. دي بعض المشاريع، نموذج بسيط من المشاريع العلم المفتوح اللي هم بدأوا، في مشاريع انتهوا منها وفي مشاريع ما زالوا شغالين فيها. كذلك خرجوا يعني هذه المجموعة والجماعة دي خرجوا عملوا تقرير طبعا من خلال دراستهم خلال الفترة اللي فاتت. التقرير دوت أشار إلى نتيجتين أو يعني نقطتين مهمين، إن العلوم المفتوحة في الدول الأوروبية بتحظى بدعم قوي، تحظى بدعم قوي، وده طبعا أدى إلى تجمع تقدم عدد كبير من يعني الجامعات في أوروبا والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية. النتيجة الثانية، وهو يجب فهم هذه الاستراتيجيات والسياسات والتعامل معها مع الأخذ في الاعتبار هذه الخصوصيات من حيث الاستراتيجيات الوطنية وبيئات البحث والتشريعات لكل من يشتغل في عمل تبادل الآراء في الحالات المرضية والأدوية
وكل ما يتعلق به كان لها دور قوي جدا حقيقة في أثناء طبعا جائحة كورونا. فبالتالي طبعا ده كان من مميزات استخدام العلم المفتوح. طبعا اليونسكو برضو كأحد المنظمات اللي لها دور كبير في العلم المفتوح ولها توصيات، طبعا انا مش هقول كل حاجه ولكن انا هشير على يعني اهميه التوصيه اللي هم قالوها، اللي هي طبعا اختصارها يعني لابد من ايجاد نشر وفهم مشترك للعلم المفتوح، تهيئه كافه الظروف، البنى التحتيه والبنى يعني والتقنيات والحاجات اللي تتعلق بالتقنيات. طبعا واحنا في العصر اللي احنا فيه او في الوقت اللي احنا فيه طبعا كله مشهور دلوقتي بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، فطبعا الامور دي كلها لابد ان تاخد يعني بمحمل يعني هو فيها مجهودات كبيره في الفتره اللي جايه. النقطه يعني الاخيره اللي بنتكلم فيها هو طيب التوجهات المستقبليه ايه؟ لابد احنا كمجتمعات عربية او حتى مجتمعات اجنبية لابد من بعض التوجهات او نقدر نقول عليها الريكومنديشن او التوصيات، وتعزيز البنية التحتية والرقمية. لابد يكون لدينا سياسات داعمة، والسياسات دي لازم تكون مصحوبة بتشريعات قانونية تلزم المؤسسات بهذا الموضوع. التمويل والمبادرات والتعاون والشراكات في سواء شراكات دولية أو مشاريع مشتركة حتى لو محلية، تدريب طبعا وبناء القدرات من خلال احنا بنعمله دوت طبعا ورش العمل والندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية دي كلها بتساهم في عملية التوجهات المستقبلية في العلم المفتوح. تشجيع طبعا مبادرات معينة في الابتكار والمشاركة المجتمعية، قوانين لابد أن يعني يكون في تحديث للتشريعات زي ما كان مستشار الدكتور محمد بيتكلم عن الوثائق التاريخية، وفي تشريعات وقوانين موجودة قديمة كل ده لازم يتحدث يعني. فبالتالي في العلم المفتوح لابد إن إحنا يكون عندنا تشريعات تأكد وجود أو يعني تحث على هذه مبادئ العلم المفتوح. وطبعا لابد يكون عندنا في اللي هو ما يسمى بالفيدباك أو تقييم الأثر والمراقبة التحليلات. خلاصة القول أو يعني الموضوع تطبيقات عشان نطبق مبادئ العلم المفتوح لابد من كل الاتجاهات اللي احنا قلناها او التوصيات يتم اخذها بعين الاعتبار. لما نيجي نشوف انتشار العلم المفتوح، مش عارف الصورة واضحة ولا يعني، فهنجد ان طبعا يمكن الاتحاد الاوروبي هو زي ما احنا شايفين هو واخد اكبر مساحة في استخدام العلم المفتوح. امريكا يو اس اي واخدة يعني المرتبة الثانية، اسيا كاملة بعدها، شوفوا أفريقيا، أفريقيا واخدة 40%، أمريكا اللاتينية لوحدها 50 في 50 يعني. فنجد إن هناك في يعني المجتمعات العربية لحد ما لما نيجي نشوف الأبحاث المنشورة اللي هي تم الحصول أو الوصول إليها بشكل عن طريق يعني العلم المفتوح على مر السنين، هنيجي زي ما احنا شايفين يمكن في سنة 2022 تقريبا يعني كان 640 ألف بحث تم نشره بشكل مفتوح. من 2010 طبعا كان عدد قليل جدا اللي هو عبارة عن يعني 10,000 ورقة أو بحث أو تم الاطلاع لهم بشكل يعني كعلم مفتوح. أنا بشكركم شكرا جزيلا على يعني حسن الاستماع، وأتمنى يكون يعني قدمت حاجة بسيطة في موضوع كبير يعني جاي في المستقبل إن شاء الله هو العلم المفتوح. شكرا بروف الحياة، شكرا لكل الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
ألف شكر لحضرتك بروف أيمن على هذه المحاضرة القيمة. طبعا وموضوع العلم المفتوح يحتاج إلى محاضرات كثيرة، لأن موضوع أصبح موضوع العصر، وأكيد ستظهر له قضاياه ومشاكله، ونحتاج إلى حلول لها ووضع قواعد ثابتة له. فأنا بشكر حضرتك إن حضرتك ساهمت بالموضوع الثري ده. انا استاذن حضرتك، انا عارفه ان احنا اخرنا على حضرتك جدا، انا معرفش ان في فرق ساعتين في التوقيت، بس علشان احنا نستفيد من الاستفسارات التي سنتلقاها من الساده الحضور. نبدا بالاستفسارات، ممكن نضغط على ريز هاند لكل من يريد ان يتوجه باستفسار، ويحدد المتحدث الرئيسي الذي تحدث عن الموضوع لتوجيه الاستفسار له. بروف حنان، حضرتك عاملة ريز هاند، هتستفسري عن شيء؟ اتفضلي يا نعم، بروف حنان، اتفضلي. السلام عليكم. وفي عليكم السلام الحقيقة ورحمة الله وبركاته. كل المحاضرات كانت يعني بصراحة، والمداخلات كانت كلها قيمة، وأني شخصيا يعني استمتعت بها جدا. عندي ملاحظة لسيادة المستشار. طبعا الوثائق التاريخية مهمة جدا، الحديث عن الوثائق التاريخية لأنها هي إرث الوطن، إرث الدولة، ذاكرة الدولة. فكيف ممكن يعني هو سيادتك يعني قانوني، من وجهة نظر قانونية، كيف ممكن التوازن بين الإتاحة والحجب، يعني خوفا من تسربها، خوفا من سرقتها، وفي نفس الوقت هي مادة علمية مفروض أنها تتاح للباحثين والدارسين وإلى آخره، يعني حتى على المستوى الدولي. فالسؤال اللي يطرح نفسه، كيف ممكن التشريعات تكون مرنة بشكل تتوازن بين الإتاحة والحجب هذه الوثائق وحمايتها، أو إن صح التعبير نقدر نقول كيف ممكن إحداث التوازن بين الإتاحة والحماية. نعم، هذا بالنسبة لسيادة المستشار. عندي صراحة أن كلهم المحاضرات كلها كانت بصراحة قيمة جدا. ربنا يبارك في حياتك، حياتك مستمرة معانا إن شاء الله. الله سعادة يخليك. المستشار حضرتك معانا؟ أعتقد. طب نشوف الاستفسار الثاني يا بروف. أوكي، بخصوص العلم المفتوح، صراحة يعني مصطلح العلم المفتوح ومفهوم العلم المفتوح من المصطلحات الحديثة واللي تعتبر غاية في الأهمية لتحقيق التحول والتطور وتحقيق الرفاه الاجتماعي والدخول بثبات لعصر اقتصاد المعلومات والمعرفة وعصر الإبداع. فمانيش عارفة كيف ممكن يتم توظيف العلم المفتوح في مؤسسات المعلومات. أنا يعني بصراحة يعني شخصيا عملت دراسة في مفاتك على مؤسسات المعلومات والعلم المفتوح، فكانت ما عطتنيش هذيك المؤشرات الإيجابية، ما زال قاعد غايب، أو قد يكون ما فيش وعي بأهميته بتوظيفه. فمانيش عارفة إذا كان ممكن سيادة البروف أيمن ممكن يعطيني هيك تصور عن كيف ممكن توظيفه في مؤسسات المعلومات. بروف أيمن حضرتك معانا؟ أيوة بروف حنان، بالفعل أنا بأكد على كلام الزميلة الدكتورة هذا الموضوع، لأن أنا يعني يمكن إحنا طبعاً إحنا مجالنا وتخصصنا في العلوم المعلومات، فالموضوع بالنسبة لنا يعني هو مفهوم ومعروف، يعني مرينا من خلال أبحاثنا وقراءاتنا ودراساتنا موجود يعني. لكن زي ما حضرتك بتقولي بالفعل، يعني اللي أنا اكتشفت اللي في ناس وأكاديميين على فكرة، ويعني
مش عارفين ما حاجة. عندهم ما يعرفوا. يعني انا بتكلم بصراحه قبل المؤتمر يعني مع حد من الزملاء، بقول له انا عندي محاضره عن كذا، قال لي ايه كذا دوت، ويعني العلم المفتوح يعني، يعني ايه معناه وايه المقصود وكذا، ويعني فلقيت فعلا في عدم وعي. وعلى فكره بروف، يعني هو كمان موضوع العلم المفتوح هو يساعدنا كتير جدا في عمليه تصنيف الجامعات، ويساعدنا طبعا كتير طبعا في الرنكا، يعني اللي احنا نعلم من رنك الجامعات، لان هو زي ما قلت هو في يعني حاجات محدده كده معينه. احنا يعني مثلا على سبيل المثال في الجامعه اللي بشتغل فيها، بدانا ازاي نشوف بعض المؤشرات ازاي نعلي الرنك بتاعنا. ففي قياس واحد بس في القياسات المعلومات عملنا حاجة تتعلق اللي هو الويب ماتريكس يعني، وبدأنا وجبنا حد من بره وقعد عمل لنا محاضرة من دولة أجنبية يعني، وقال لنا تعملوا 1 2 3 4، هي موجودة بس احنا ما بنعملها يعني. مجرد ما عملناها أصبح رانك الجامعة عالي، ويعني فدي كلها أمور هي فعلا محتاجة ورش، ومحتاجة ندوات، ومحتاجة وعي، ومحتاجة يعني بحوث في هذا الموضوع. يعني حقيقة يعني موضوع فعلا فيه يعني عدم وعي بين الأكاديميين حقيقة يعني، فهو محتاج يعني حقيقة يعني. محتاج شغل كتير. صحيح، صحيح شكرا فعلا يعني. أشكرك يعني. شكرا لحضرتك بروف أمين. في أي استفسار تاني بروف حنان؟ كفاية كده. ألف شكرا لحضرتك. مش دكتور محمودي بشير، اتفضل يا دكتور. دكتور محمود حضرتك معانا؟ نعم، صلاحية الصوت دائما لا أدري المشكل. شكرا دكتورة ريحاب، كل خير، شكرا دكتورة اتفضل. ريحاب، شكرا دكتورة ريحاب، شكرا شكرا حضرتك. جزيلا على كل هذه المداخلات يعني القيمة. أبدأ بالدكتورة حنان لأن أخذت جزء من مداخلة الحضور. دكتورة حنان، بالنسبة للإنتاج الفكري يبدي لو أضفتم براءة الاختراع كشيء يعني مميز بالنسبة لعمل الجامعات ومخابر البحث العلمي، نضيفه إلى نشر المقالات والكتب والمؤتمرات والندوات والورش العمل، نضيف براءة الاختراع. بالنسبة إلى المتاح يعني إنتاج فكري متاح، لابد من الإلزامية الأرشفة، أرشفة الباحثين لأعمالهم العلمية ولنشاطهم العلمية، وهذه الإلزامية لابد أن تكون وفق قرار يعني سيادي للوزارة الوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو ربما للكلية أو الجهة الوصية تعمد على إلزامية الأرشفة، لأنها مهمة جدا لقياس أعمال الجامعات. ربما تكون أو الباحثين في الجامعات ربما تكون هذه الإلزامية معيار للترقية، معيار لتبوء منصب في الجامعة، معيار لترقية في الدرجات، معيار ل مسؤولية معينة، معيار للترقية، يعني لابد أن تكون هذه السيرة. بالنسبة للدكتورة إنعام، نعم بالنسبة للمعلومات، بالنسبة للمعلومات بودي لو نضيف إتاحة أو سهولة الحصول على المعلومات، نضيفها إلى الجدول الذي تفضلت به منذ قليل. يعني نضيف إلى هل المعلومات متاحة، كيف نصل إلى هذه المعلومات، لأن مدة الوصول أو الوصول إلى المعلومات هي مدة قابلة حتى للقياس، هل هي معلومات متاحة أم لا. كذلك مصادر المعلومات والشمولية، العفو وكذلك 34، الفقرة أرجوكم 34 موجودة. نعم، أنتهي أستاذة من فضلك. ثم قابلية توظيف المعلومات في سياقات معينة، كذلك مؤشر لابد أن نضيفه، هل المعلومات قابلة للتنفيذ في سياقات أخرى. بالنسبة للسيناريوهات، السيناريو القوي والسيناريو الضعيف والسيناريو البديل والسيناريو المعارض، كذلك لابد أن نبحث عن سيناريو معارض اللي هو يمثل لنا التحديات والصعوبات لتنفيذ أي معلومة معينة. آخر شيء بالنسبة للأستاذة التي قدمت محترمة قدمت قياس المعلومات، شيء يقع أو لا يقع،
برؤية منطقية علمية، هناك مؤشرات تجعلنا نحدد الوقوع من عدمه، وقوة المؤشرات تجعلنا نميل إلى الاحتمال القوي ونستبعد الاحتمال، ربما الاحتمال الضعيف. دكتور إسماعيل، ليس سؤال وإنما ربما ملاحظة، نوع من النكتة يعني. أنت في آخر المداخلة عملت شكرا، ثانك يو، ميرسي بكل اللغات، لكن يبدو لي أني لم أرى شكرا جزيلا باللغة العربية، وأنا عضو المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، فلا بد أن نعمل على مستقبل اللغة العربية. وشكرا جزيلا الأستاذة المحترمة ريحاب يوسف على الإدارة المتميزة لهذه الجلسة، وشكرا جزيلا لجميع المتدخلين. شكرا لحضرتك دكتور محمودي على المشاركة القيمة، وأحيي حضرتك، وطبعا وثقة غالية إن حضرتك تشارك معانا كل محاضرات اليوم، فده شرف لينا عظيم، شكرا. العفو ودايما كده العفو نسعد بوجود حضرتك معانا إن شاء الله. العفو، شرف لي. ألف شكر. أنا بروف حنان لحضرتك أي إضافة على مداخلة دكتور محمودي؟ نعم، نتشرف طبعا بتعقيب الدكتور محمودي، صحيح يعني هي براءات الاختراع على درجة عالية من الأهمية، ولكن على ما يبدو يعني أن موضوع الأرشفة الذاتية لدينا ما زالت قاعدة في بداياتها الأولى مع الأسف، فحتما لما حيكون فيه نوع من الوعي بالأرشفة الذاتية، وعندما يكتمل بناء المستودع الرقمي حيكون فيه أيضا براءات اختراع لدينا، يعني البعض من لديه براءات اختراع بالفعل. شكرا على هذه الإضافة. شكرا لحضرتك بروف حنان. عفوا. بروف عزة، حضرتك ليكي أي تعليق؟ لا، هو كانت ملاحظة فقط على أحد المناهج، مناهج الاحتمالية، وأحترم وأقدر فعلا ملاحظة الدكتور محمودي. نعم، ألف شكر لحضرتك. بروف أيمن. ايوه، السلام عليكم. انا بس والله بشكره على الملاحظه دي، بس انا على فكره بخصوص اللي هو الثانك يو او شكرا، يعني فعلا انا جبته يعني بوستر وحطيته او الشريحه يعني، غير وفيها شكرا. مقصودة، غير مقصودة. ولا وفيها شكرا جزيلا، بس بامانه يعني ليه يعني هي ما كانش منظمه؟ ما احنا مشكلتنا يا دكتور اللي احنا طبعا كلنا بنحب اللغة العربية ولغة القرآن طبعا، ما في منها يعني ما في مجال في الموضوع، لكن المشكلة اللي احنا القائمين على اللغة العربية على فكرة التقصير من ناحيتهم، يعني ما فيش بوستر زي كده يتعمل او يعني لما نيجي نشوف يعني على الانترنت حاجات معينة نجيبها ليست، يعني حاجات شكلها بصراحة ما عجبنيش يعني مع المسميات الثانية، فخليت دي كمتداولة يعني، بس لا تعني تقليل من شأن اللغة ولا أي شيء يعني، غير مقصودة تماما يعني. شكرا جزيلا. أكيد طبعا، أكيد طبعا. شكرا لحضرتك بروف أيمن. دكتورة محاسن، اتفضلي حضرتك. حضرتك سمعنا دكتورة محاسن؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي حضرتك. ما شاء الله، جلسة مميزة ويوم مميز يعني. شكرا لك دكتور رحاب. بوجود حضرتك يا دكتور. الله يبارك فيك. في الحقيقة هم سؤالين. في سؤال بالنسبة للدكتورة إيمان، بالنسبة للأرشفة الذكية، يا ريت أعرف منها العلاقة بين موضوع الأرشفة والرغمنة وموضوع المكتبات تحديدا بالنسبة للمراجع أو المصادر أو الدراسات السابقة اللي بنطالب بها دائما في البحوث، فهل ممكن في التخصص معين وخاصة تخصصي من الإعجاز العلمي، ويا ريت أعرف منها إذا كان ممكن جمع كل المعلومات الخاصة بالتخصص المعين وتدعم لها أرشفة ذكية عشان ما تتعمل في مكتبة إلكترونية شاملة، أو
للتخصص المعين عشان الناس يقدروا يرجعوا لها. الحاجة الثانية بسأل بالنسبة للدكتور أيمن، بالنسبة للعلم المفتوح من ناحية التأصيل، يعني أنا شايفة إنه العلم المفتوح ماشي في حتة بتاعة التأصيل، مناسب جدا من معانا كمسلمين، لأنه أي علم لابد إنه الناس تعرفه وتتعرف به، وفي النهاية العلم ما للأدراج، يعني open for all، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالمسألة دي مهمة شديدة جدا جدا، ويا ريت كل الدكتور أيمن كل البحوث والبحث ده تحديدا يترجم بكل اللغات، ودايما أنا بقول يترجم دايما للتبليغ الآخرين، يعني حتى غير المسلمين يعني. فأنا أشكركم جدا، واليوم كان ممتع جدا جدا بالنسبة لي، وأشكركم جزيلا على الجهد اللي بذلتوه، شكرا لكم جزيلا. كل الشكر لحضرتك يا دكتورة محاسن على وجود حضرتك معانا وصبرك علينا الوقت ده كله، فده شرف لينا، ألف شكر. بروف حنان، ممكن حضرتك تشاركي معانا في الرد على استفسار دكتورة محاسن؟ نعم، اتفضلي. أهلا وسهلا دكتورة محسن. طبعا العلاقة بين الأرشفة والرقمنة، طبعا هي الرقمنة تحويل مادة ورقية إلى رقمية، وهذا طبعا قد يكون يعني ما يعني قد يختلف من ناحية وقد يتفق أو يتوافق مع الأرشفة من ناحية أخرى، ولكنني في بحثي هذا ما تطرقتش للرقمنة، أنا موضوعي الأرشفة. الأرشفة شنو المقصود بها؟ مقصود بها إتاحة أو إيداع مادة علمية إلكترونية، بغض النظر يعني هي إلكترونية اوريدي. أنا الدراسات والبحوث اللي كانت موجودة سواء كانت كمادة يعني محتوى معلوماتي اوريدي هي إلكترونية، معظمها مأخوذة يعني واضعينها أعضاء هيئة التدريس واضعينها من مجلات أساسا موجودة علمية متاحة، يعني دوريات علمية مفتوحة المصدر يعني open access، فبالتالي اوريدي بتكون موجودة في السي في ومن خلال لينك معين من خلال بيانات بيبلوغرافية ومستخلص ويلحق بها الرابط، فبالتالي تصبح عملية الأرشفة هي إيداع أو إتاحة. طبعا استخدامها في المكتبات، وهذا طبعا موضوع قد يطول الحديث عنه، هي الأرشفة الذاتية بحد ذاتها موضوع طويل، يعني أنا اليوم تحديدا كنت نتكلم مع بروف مبروك أم حريق عن الأرشفة الذاتية، فأعطتني لمحة غير بس سريعة، كنا بين المحاضرات، فبالتالي أعطتني لمحة سريعة عن الأرشفة الذاتية وأرشفة الصور. كان البروف المرحوم شعبان خليفة كانت عندها هي وياه يعني نوع من الشغل في هذا المجال، فبالتالي فيه أرشفة ذاتية حتى للصور يعني الشخصية، كيف ممكن تكتبي عليها مثلا تواريخ معينة فهذه تعتبر أرشفة، كيف ممكن إنك أنت تحوليها لشكل مرقمن، فقد طبعا هذا الجانب موضوع الرقمنة هذا موضوع قد يطول، وهذا شغل المكتبات اللي وقعت بعض منها تتحول إلى من تقليدية إلى رقمية من خلال رقمنة مصادرها. هو موضوع الرقمنة موضوع طويل، لكنني الأرشفة الذاتية اللي نقصدها هي إتاحة أو إيداع مادة علمية يضعها الباحث نفسه في الويب سايت المؤسسة اللي هو يتبعها، طبعا إيداعها أو إتاحتها لأنها هي أساسا متاحة للاطلاع، فلهذا هو يضعها بكل سهولة. فما يفترض أن يكون فيه وعي بوضع النتاج الفكري للمؤسسة بالكامل بشكل ذاتي، فأرجو أن يكون واضح. فطبعا يحضرني في هذا الجزئية إتاحة المواد العلمية في الشبكات العلمية، العديد من الشبكات العلمية الآن متاح الإنتاج الفكري بشكل عام، يعني سواء كانت أعمال مؤتمرات وإلا دراسات منشورة في دوريات، فأرجو فعلا. لي توضيح واضح يعني. شكرا بروف حنان على عفوا. توضيح السري. بروف أيمن، حضرتك لك تعقيب؟ أولا أنا بشكر الدكتورة محاسن، يعني جزاها كل خير وعلى اهتمامها وصبرها فعلا يعني طول الوقت،
وعايز اوضح نقطه فعلا. الموضوع يعني هو الهدف من العلم المفتوح هو فعلا اللي هو المشاركه، هو فعلا الحصول على المعلومات بدون قيود وبدون شروط. زي ما حضرتك بتقول يا دكتوره محاسن، ان الكلام ده لازم يوصل للغرب، ولازم هما اصلا متقدمين فيه. احنا المشكله عندنا احنا، يعني هي المشكله في المجتمعات العربيه والدول العربيه والمجتمع الاكاديمي نفسه. فهو طبعا هو يعني زي ما قلنا قبل كده، هو محتاج فعلا وعي، ومحتاج انتشار، ومحتاج المفاهيم تبقى واضحه، ومحتاج الكل يساهم فيه. وده لن يتاتى على فكره الا يعني لن يتاتى بشكل فردي او بشكل شخصي، ولكن لابد ان ياتي بشكل مؤسسي، وبشكل من خلال القوانين والتشريعات اللي تلزم الاكاديميين على، وتلزم الجامعات والمؤسسات على المشاركه ونشر البحوث. يعني عايز اقول حاجه اخيره سريعه، يعني احنا كمجتمع اكاديميين احنا بنتعامل مع مافيا نشر البحوث. تخيلوا، عشان باحث ينشر في سكوبس او الويب اوف ساينس او كده، ممكن البحث لوحده يوصل لغايه 3000 دولار. وفي الاخر على فكره البحث، يعني انا ناشر في سكوبس بحوث عندي، زملائي لما يحبوا يشوفوا البحوث عشان يشوفوها ما بيشوفهاش فول تكس، ده بيشوف اللي هو زي ملخص، زي الميثودولوجي وحاجات. يعني البحث مثلا 40 صفحة او 35 صفحة، يشوفوا منه 6 صفحات. طب لو عايز يشوف الباقي، المجلة بتجبرهم ان هم يشتركوا ويدفعوا، يعني هم بياخدوا من جميع الاتجاهات، من الباحث اللي بينشر ومن المستفيد اللي عايز يطلع. فدي كلها طبعا مشاكل. عموما الويب اوف ساينس، الاوبن ساينس او العلم المفتوح، هو بيعالج كل المشاكل دي كلها. لكن طبعا ده بتدخل مؤسسي وبتدخل يعني دولي أكيد وقوانين لازم يكون ممنهج. وتشريعات هتساعد نعم الباحثين في عمليات الاطلاع. وطبعا حضراتكم يعني يمكن اقدر مني في هذه الامور، وعارفين طبعا المشاكل مع الباحثين في عمليات النشر والبحوث وكل هذه الامور. بشكرك دكتوره محاسن على مداخلتك القيمه. شكرا. شكرا لحضرتك بروف أيمن. ننتقل لآخر مداخلة، أعتقد إحنا أطلنا على حضراتكم جدا. اتفضل دكتور أحمد. دكتور السلام عليكم. أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بارك الله فيك على هذه الإدارة الجيدة. فسريعا دائما ملاحظة إلى الأستاذ أيمن، بارك الله فيه على هذا التقديم الرائع لهذه المحاضرة. لكن أنا حبذا لو يعني كان التطرق إلى التعلم المفتوح، ليس العلم المفتوح، لأن التعلم المفتوح هو الذي يفيدنا، خاصة نحن في الجامعات. أو هل الجامعة تقدم تعليم مفتوح؟ يعني هل للأكاديميين أو لغير هل مكتبات المطالعة، أو كما قال الأستاذ الفاضل في المحاضرة، هل هي تقدم تعلم مفتوح ناجح وفق المبادئ والقيم التي ذكرها؟ شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وأعانكم الله. ألف شكر دكتور أحمد. بروف أيمن تفضل. أهلا دكتور أحمد. طبعا من نتاج العلم المفتوح هو يعني هو التعليم المفتوح، أحد نتائج العلم المفتوح. وطبعا في الجامعات في التعليم المفتوح متاح، طبعا متاح من خلال طبعا المنصات الإلكترونية، زي مثلا منصة اللي هو المودل مثلا. يعني في الجامعات المتقدمة شوية فيها كل المواد العلمية للطالب متاحة أونلاين عن طريق المنصات. إذا في طبعا، وإذا كله كان واضح وظاهر جدا أيام جائحة كورونا. يعني على سبيل المثال، إحنا يعني أعتقد هنا وفي دول كتير، يعني لمدة سنة ونص تقريبا التعليم كله كان أونلاين. فده كله كان تعليم، يعتبر يعني ده التعليم اللي هو المفتوح، يعني المتاح. يعني فالتعليم المفتوح ليس بغريب او ليس ببعيد، او هو ليس قرين العلم المفتوح، بل التعليم المفتوح هو احد نتاج واحد الاساليب ل يعني العلم المفتوح بشكل عام. فهو يعني جزء منه وليس بعيدا. شكرا جزيلا.
شكرا لحضرتك بروف أيمن على المحاضرة القيمة وعلى المداخلات. بشكر جميع الحضور الكريم على صبرهم وتحملهم معنا وثقتهم الغالية في حضور هذه الندوة المتميزة جدا السريعة بالمعلومات، المعلومات الحديثة والبينية التي تجمع التخصصات المتعددة. نشكر الأستاذ الدكتور طلال ناظم زهيري والذي تحدث عن تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة للجامعات العربية نموذجا. نشكر الأستاذة الدكتورة إنعام علي توفيق الشهرابلي التي تحدثت عن قياس الخصائص المعيارية للمعلومات باستخدام تقنيات الترجيح الموجه. نشكر سعادة الأستاذ المستشار الدكتور محمد جبريل إبراهيم الذي تحدث عن الحماية القانونية للوثائق التاريخية دراسة تحليلية تأصيلية. كل الشكر للأستاذة الدكتورة حنان الصادق بيزان على المحاضرة حول اتجاهات الأرشفة الذاتية للإنتاج الفكري المتاح على الموقع الإلكتروني للأكاديمية الليبية للدراسات العليا دراسة بيبليومترية. كل الشكر للأستاذة الدكتورة عزة أبو بكر كريم المنصوري التي تحدثت حول قياس المعلومات الإلكترونية وأهميتها بالنسبة للمكتبات. كل الشكر والتقدير للبروفيسور أيمن عبد الرحمن إسماعيل الذي تحدث عن دور العلم المفتوح في التنمية المستدامة، الفرص والتحديات الاتجاهات المستقبلية. كل الشكر والتقدير لكل القائمين على المنصة على جهودهم الطيبة، وربنا يوفقكم يعني على هذا الحمل الثقيل خلال أيام المحفل بأكملها. فوفقكم الله ورعاكم، وكل الشكر للحضور الكريم مرة أخرى، ونلتقيكم في باقي مؤتمرات أو جلسات المحفل العلمي 14 إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وتصبحوا على ألف خير. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة، الله يوفقكم. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ الدكتورة رحاب على حسن ترأسكم لهذه الجلسة، والشكر موصول لجميع الأساتذة الأفاضل المشاركين في هذه الندوة العلمية، وكذلك الشكر للحضور الكرام. تم إتاحة رابط تسجيل الحضور وطلب الشهادة في صندوق الدردشة في الشات لمن يرغب بذلك، ونلتقيكم على خير يوم غد إن شاء الله في اليوم الثالث من أيام المحفل العلمي الدولي 14. إلى ذلك اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا. شكرا عليكم دكتور السلام. مريم. ربنا يحفظكم، ممنونين. شكرا. اللهم امين.